صباح الخير لكم مشاهدينا، وبداية أسبوع بتمناها حلوة كتير على الجميع. بتمنى أنه العجقات يلي شفناهن اليوم من كتير بكير، أكيد وقتا نحكي عن عجقة منكون عم نحكي بالتحديد عن بيروت وضواحية وكل الطرقات يلي عم بتودي على بيروت، هوني أكتر شيء عم بتكون العجقة. بعرف مش لبنان كله عم يحكي عن عجقات بهالقوة هيدي، إنما العاصمة عنا صارت هي المركز لكل شيء، صارت هي أكثر شيء مركز العجقة على الطرقات. هلا بانتظار انه نحكي عن مواضيع تانية، بدي صبح بالخير اليوم الشيف حسين يلي رح بيكون موجود معنا مثل العادة مع بداية الأسبوع ويرفقنا على فقرات ورشة ملح. صباح الخير شيف. صباحو غادة. صح، اليوم عم نحكي عجقة، بنصير نحكي كثير بيروت بيروت، كل المداخل تبقى مسكرة 100%، على أمل إنه شوي شوي نقدر يمكن نتخلص منها. هي ما لها علاقة بس بطرقات، هي لها علاقة بكثير من الأمور. كل مراكز العمل الأساسية صارت بالعاصمة، كل شيء عم نتوجه له، المراكز الحكومية، الدوائر كلها صارت موجودة ببيروت، وهيدا الشيء يمكن كمان كثير عم بيأثر، المدارس الجامعات كله عم بيأثر. صح، ننتقل من العجقة على شيء ثاني. على اليوم عجقتنا عمراني بالسمك بالسمك. ايه صح. غادة كل نهار تعنينا، كل المشاهدين بيعرفوا نحن محضر اليوم وصفات سمك، لسبب انا اليوم في عندي كلمار وفي عندي فيلي سمك. هول الكلمار والفيلي سمك فيني احضر فيهم وصفتين. طبعا الوصفات اللي عنا اياهم، عنا شوربة الحريرة المغربية، هيدا اول طبق مش لبناني. كمان في عنا طبق تاني مش لبناني اللي هو حلو المانجا على الطريقة الهندية، طبق الحلو لحلقتنا لليوم. أما بالنسبة لوصفات السمك، في عنا كاري السمك بالمانجا، يعني اليوم غدا صرنا عدين وصفتين فيهم مانجا، وعنا كمان سلطة السمك. هول هن وصفاتنا لليوم. أنا بقول لك كل المشاهدين، لكل ستات البيوت، ما تنسوا الورقة والقلم لحتى أعطيكم كل المقادير خلال فقرات رشة ملح. مش ناسيين وعم بتابعونا مثل كل يوم، وبما يختص بنهار التنين فأكيد كل متابعي عالم صباح بيعرفوا نهار التنين بالإجمال. الفقرات بتكون هون موجودة، كلهم بينضموا لنا تباعا لحتى يعطوكم إجابات على الأسئلة يلي سبق وبعتولنا إياها بخلال كل الأسبوع. وهون بدي أرجع أحدد، أكيد روى مع صحة السلامة، كارلا مع خفيف نظيف، كندا مع أرض وورد، وكمان بينضموا لنا تباعا سان مع صعب كتير، وتانيا بخلينا نحكي. فورا البداية لعند كارمن، بعرف بتكونوا ناطرين تقولوا يلا 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 بسرعة، رح ننتقل ونسمع أبراجنا لليوم. اليوم الاثنين 26 نوفمبر تشرين الثاني، اليوم القمر مرافقنا من برج السرطان المائي، الاجواء حلوه كثير للابراج المائيه، السرطان اكيد بالطليعه، كذلك مواليد برج العقرب ومواليد برج الحوت. كيف رح بيكون هيدا النهار لكل الابراج؟ بنبلش مع برج الحمل. الاهتمامات يلي اليوم بينشغل فيها مولود برج الحمل رح بتخصه لإله، يمكن تكون في عندك عم تركض او عم تسعى لحتى تساعد يمكن ابنك او بنتك، او في عندك مساله بتخصك لإلك، يمكن عم بتسافر عم بتضب الشنطه، اجواء كثير حلوه فيها ترافقك اذا انت بتطول بالك على حالك وعلى غيرك. الاكثر حظا هي مواليد 25 26 27 اذار مارس. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور هيدا انهار سريع بكل شيء، بيعطي مولود برج الثور قدرة لحتى يخلص شغله ويقدر يستغل الوقت لمصلحته. اليوم مولود برج الثور قادر انه يخلص شغله بكير وبيقدر يشهل ويخلص شغل آخر. اليوم أفكارك كتير مهمة، كتير ذكية، وبتسمح لك انه تخلص حالك أو تخلص معاملة أو تسوي بعض الأمور. الأكثر حظا 28 29 نيسان أبريل 10 11 أيار مايو. كمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء، أنت بتعرف أنه الشمس موجودة برج القوس عم بتواجهك، لأنه اليوم القمر موجود ببيت المال، في احتمال يكون في حدا عم بيطالبك بفاتورة، عم بيطالبك بمساعدة مثلا، عم بيطالبك يمكن بجواب أو بتفسير معين. بعض مواليد برج الجوزاء يمكن يحصدوا نجاح اليوم، لكن لازم تعرف أنه في نوع من امتحان بانتظارك. 18 19 و20 حزيران يونيو هي الأكثر حظا. كمل مع برج السرطان.
بالنسبة لبرج السرطان وجود القمر ببرجك مسألة كتير مهمة، مسألة بتغنيك بتعطيك قوة، بتعطيك حيوية، بتعطيك عزيمة، إرادة مهمة جدا، ما حدا بيقدر يسبقك على أي خطوة أنت حابب تقوم فيها، لأنه الشمس موجودة ببيت الشغل وببيت الصحة والقمر ببرجك، معناتها في إشارة خضراء لحتى تنطلق يا بشغل جديد يا باهتمامات صحية بتخصك، فحضر حالك هيدي صفحة جديدة. الأكثر حظا هي مواليد شهر حزيران يونيو، أما يلي عنده ظرف إيجابي أو سلبي حاليا هو 20-21 تموز يوليو. كمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد، معلش إذا أخذت استراحة، فترة استراحة من هلأ لبكرة الساعة 10:30 صباحا توقيت بيروت، الأجواء هادية، الأجواء رايقة، الأجواء ما بتعطيك اللي أنت بتريده، ويمكن تكون شوي زعلان، حاسس حالك محبط نسبيا، لكن مش بالضرورة تكون الأجواء سلبية، هي الجو رايق كتير لدرجة في شوية زهق. جميع الأحوال الحظ منه معك 100%، فكون حذر. بتضل الأكثر حظا نسبيا 27-29 تموز يوليو. كمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء، نصيحة: ما تترك أمور مهمة كتير لليومين المقبلين أو حتى لثلاث أيام اللي جاي. اليوم نهار بيحمل شوية دعم. شو هو الدعم؟ دعم أنه حدا بيرد عليك، حدا بيسر لك أمرك، حدا بيساعدك. اليوم نهار حلو لتتسلى فيه، نهار حلو لتكون منفتح على الأشخاص من حولك يلي أنت قبل كنت منغلق اتجاههم، اليوم نهار بتلاقي حالك مبسوط معهم. الأكثر حظا نسبيا 30-31 آب أغسطس، أيضا 12-13 أيلول سبتمبر. بكمل مع برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان، نهار بيطلب من مولود برج الميزان أنه يكون دقيق بالوقت، بمواعيده، بشغله، بكلامه. هيدا نهار معقول يحمل لمولود برج الميزان قدرة لحتى يتواصل مع أشخاص مهمين جدا، سواء كان بالمكتب، سواء كان بالمدرسة، بالجامعة، أو بحياتك الاجتماعية. هيدا نهار ما بيقبل الغلط، نهار كتير مهم بيوصلك للقمة. 20-21-22 أكتوبر الأكثر حظا. بكمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب، نهار بيسوى تقله، نهار كتير حلو، نهار كتير مهم، من الأيام الإيجابية جدا يلي بتخلي مولود برج العقرب يكون من الأرقام الصعبة. اليوم نهار ممتاز، معقول يحمل لك تطورات منك متوقعة أو أنت عم تشتغل عليها. الحظوظ رائعة جدا، ما تأجل للأيام المقبلة. الأوفر حظا 29-30-31 أكتوبر تشرين الأول. ننتقل لبرج القوس. بالنسبة لبرج القوس، الجو اليوم بيحمل لمولود برج القوس نوع من مكافآت. شو هي المكافآت؟ مكافآت هي تطورات جيدة، حلوة، مفيدة لإلك، ورح بتلاقي نتيجتها ابتداء من 10:30 صباح بكرة، مش اليوم. اليوم تشتغل، بتمهد، بتنظف، بترتب، بتحلل، بتجمع الأوراق، بتجمع كل المستندات، وبكرة تلعب الورقة الرابحة. الأكثر حظا 26-29 الأوفر حظا عفوا 26-29 نوفمبر تشرين الثاني. نكمل مع برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي، فلكيا هيدا نهار بعتبره من أقل الأيام حظا، بعتبره من الأيام الصعبة المطلبة يلي بتجاهد فيها، بتتعب فيها، وما حدا بيطلع فيك، ما حدا قريك اليوم، مش لأنه أنت ما عندك طاقة، عندك طاقة، لكن يبدو وكأنها مشتتة، حتى لما بتنرفز، حتى لما بتعصب، حتى لما بتحتد وتجرب تفرض حالك، ما رح يمشي الحال مثل ما أنت بدك. الأجواء رح بتضلها هيك صعبة حتى بكرة 10:30 صبح بتوقيت بيروت. الأقل حظا 30-31 ديسمبر، 9-10 كانون الثاني يناير. كمل مع برج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو، ما تأجل لبكرة. اليوم نهار بيتعبك؟ ايه بيتعبك، لكن منه فارغ من الجواب، منه فارغ من الطاقة ولا من الحظوظ. بتشتغل بتنجح، لتنجح كمان بدك حدا يساعدك، ايد وحده لحالها ما بتزقف. في احتمال يكون في نشاط متعب طويل لكن بفيدك. 24-26 كانون الثاني يناير الاكثر حظا. ننتقل لبرج الحوت.
مولود برج الحوت نهار نوعيته ممتازة، من النوعية الدسمة الغنية يلي فعلا إذا أنت طالب شيء بيزبط، إذا عم تشتغل على شيء بيزبط. من الأيام المهمة جدا، وبعتبر هيدا نهار أفضل يوم بهذا الأسبوع. وبالتالي بطلب منك مولود برج الحوت أنه ما تتساهل بالظروف الموجودة عندك، قوي قلبك، كون جريء وما تتردد وما تتراجع. أما إذا كنت من مواليد 25، 26، 27 شباط فبراير، كون حذر من السرعة ومن التهور والحوادث. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم، هيدي سنة بعتبرها سنة جيدة جدا، سنة بتطلب منك انك تمشي الى الاخر بكل المشاريع اللي بدك اياها. نقي المشروع يلي بتعطيه انت اولوية، امشي عليه، حضر وراءه، لانه على الارجح هيدا المشروع بيمشي. ديسمبر، جانوري، نيسان، ابريل، اب اغسطس، هن افضل الاشهر. الى اللقاء بكرة، ابراج جديدة، باي باي. وهيك مع كل إرشادات وتطمينات كارمن، مع بداية هالأسبوع نتمنى أنه نقلع بأسبوع حلو يحمل معه أمال جديدة، مثل ما عم نقول، خصوصا دايما بما يختص بلبنان في كتير من الأمور معلقين عليها أملنا أنه تتحلحل لحتى شوي شوي نفوت بأجواء العيد. هلأ الشيء الأكيد اللي دل عليه الويك أند أنه كان في كتير حركة، الناس عبالة تفش خلقة، عبالة تظهر، عبالة تكون موجودة بالطرقات، يستمتعوا قد ما بيقدروا بالزينة يلي بلشت تظهر بقوة بكل الشوارع والمراكز التجارية. بنفس الوقت ما كان عبالهم يمكن يفكروا بأمور معقدة صارت يوم بعد يوم بلبنان، إنما كمان إذا دلت على شيء دلت أنه القوة الشرائية منا كثير موجودة. الناحية الاقتصادية كلنا بنعرف قديش هي مهزوزة بلبنان، فإذا عم نحط أمالنا على بداية أسبوع تحمل لنا بعض الانفراجات. خليكم معنا من بعد البريك، يلي حابب يتصل بالفقرات بعالم الصباح مثل ما ذكرت اليوم يلي راح يكونوا معنا تباعا، يبلشوا يحضروا حالهم. بريك ومنتابع. ما بعد هالبريك عودة سوا لحتى نتابع فقراتنا بعالم الصباح. روى انضمت لنا ومحطتنا التالية، على صحة السلامة. صباح الخير. صباح الخير غادة، وصباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. نحن أكيد اليوم عنا الأسئلة اللي وصلتنا على الواتساب أو الإيميل، والاتصالات أكيد نحن ناطرين اتصالاتكم على الهواء مباشر. أوكي، منبلش أكيد. أول سؤال، شو في فيتامينات لتقوية الشعر؟ أكيد قبل اي شيء بدنا نشوف كيف وتيره هر الشعر، اوكي؟ يعني على فكره في كثير اسئله اليوم لها علاقه بالشعر، بهر الشعر. بدنا نشوف كيف الوتيره، بمعنى هل هو صار له فتره، يعني مثلا اكثر من سنه ما هر شعرنا او عم بهر؟ اكيد الشعر بده يوقع، في عدد شعرات معينه بدها تتساقط يوميا، هيدا شيء طبيعي. بس كان الشعر عم بيوقع بنسبه طبيعيه، هلا عم نلاحظ انه اكثر، فاذا هيدا بيكون دوره الشعر الطبيعيه، لانه الشعر عنده دوره حياه، وبترجع خلص الشعره البصله بتموت، توقع الشعره وبيرجع بيطلع شعر جديد، فاذا هيدا ما بخوف، لانه هيدي السايكل تبع الشعر اللي بتتغير. لكن اذا كانت وتيره هر الشعر صار لنا فترة، يعني أكثر من شهرين ثلاثة، والشعر عم بيهر بنسبة كتير عالية وما عم يتحسن، بالعكس عم نشوف أنه الوتيرة عم تزداد أو عم تضل على ما هي، ما عم تتحسن، فإذا هون بدنا نشوف إذا في نقص معين أو مشكلة معينة، أو إذا كنا مثلا عندنا وضع صحي معين، عم ناخد دواء معين ولاحظنا أنه في تساقط كمان للشعر، أو إذا سيدة بلشت بمرحلة البري مينوبوز، يعني ما قبل انقطاع الدورة الشهرية، أو دخلت بمرحلة المينوبوز كمان عم بتلاحظ هر شعر، فاذا هو نتيجه التغيرات الهرمونيه. من هيك ما فينا دغري نروح ننط على الفيتامينز، بدنا نشوف شو سبب هر الشعر بالاول. فاذا هي اول شغله بدكم تشوفوا مع حالكم ليه عم بهر الشعر. ثاني شيء، اذا في اي خوف من نقص، فاذا نحن فينا الطبيب يطلب لنا فحوصات دم بسيطه لنشوف اذا في نقص بالحديد، نقص بالفيتامينز، اي نقص معين، تغيرات هرمونيه او عدم توازن بالهرمونات، هيدي كلها ممكن تكون سبب لتساقط
تساقط الشعر، وبحال هيدي تعالجت ما بيمنع انه نحن ناخذ جرعات اضافيه لوقت محدد لتقويه الشعر اللي هي الفيتامينز المخصصه لتقويه الشعر. بنختار اكيد ما فينا نسمي على الهواء، لكن بنختار المختبرات العالميه اللي اسمها عندها في ثقه يعني بمصداقيتها وبنظافه تركيبه الفيتامينز، لان بتعرفي في ابحاث كثير عم بتصير بالعالم انه الفيتامينز مرات كثير اللي بناخذها اوفر ذا كاونتر، وهيدي كثير ايوه باوروبا وبامريكا بتفوتي على السوبر ماركت تشتري فيتامينز وبتشتري الحجم اللي فيه 1000 حبه بسهوله، لقيوا فيها شوائب كثيره بتركيبتها، فبالتالي انا بدي اروح على الشركات اللي بتعمل رقابه صحيحه وبحصل على تركيب نظيفه للفيتامينز. يعني ما فينا نقول اذا ما فادت ما بتضر، لا هون صح بتضر، عم بتبين الدراسات انه ممكن كله فيتامين انه شو راح يصير يعني. لا طبعا وهذا عدا عن انه اذا اخذنا فيتامين ونحن ما عندنا نقص فممكن يكون عندنا اوفر دوز او جرعه زائده وهيدي بتضر اكثر ما تنفع، فبناخذ الجرعات الاضافيه لتقويه الشعر مثل ما قلنا شركات يعني او مصنعه بمكان موثوق فيه، وحسب المده الموصوفه اللي هي بتكون شهرين او ثلاث اشهر، ما بنبالغ لحتى ما يصير عندنا اوفر دوز عليها. أكيد. اوكي أكيد. كمان هون في سؤال عندها نقص بالفيتامين دي وفيتامين بي 12، هيدا بيأثر على هر الشعر. عائلة الفيتامين بي، لأنه البي في عدة يعني منقول سب فيتامينز، عندك بي 12 بي 6 في كتير أنواع من البي، البي إلهن علاقة أكيد بهر الشعر، يعني أي نقص ممكن يكون بيسبب هر الشعر. الفيتامين دي بس بدي أقول على كل الأحوال إذا في نقص بهول يعني عملت فحص دم وبين في نقص بالفيتامين دي وفيتامين بي 12 أكيد هون الطبيب رح يطلب أنك يتعالج هالموضوع. أكيد. الفيتامين دي بأنه ناخد سبليمنتس أو جرعات إضافية من الفيتامين دي، والفيتامين دي كتير مهم لأمور عديدة وبينت الدراسات أكتر وأكتر أنه مهم لحتى أول شغلة يساعد على الكالسيوم فيكسيشن إن ذا بون، يعني بيساعد على تثبيت الكالسيوم بالعظام، فإذا نحن حتى لو عم ناخد كمية كالسيوم كافية لكن ما عندنا كمية فيتامين دي كافية بيكون ما منساعد انه نثبت هالكالسيوم بالعظام. الفيتامين دي بين انه بكتير دراسات هو نوع عنده بروتكتيف فاكتور او عامل حمايه من امراض سرطانيه كتيره، بياثر على نشاطنا، بياثر على حتى المرات اذا فينا نقول غير النشاط الشعور بالالم بالجسم او امور كتيره، فاذا الفيتامين دي عنده كتير فوائد واهميه. اذا في نقص اكيد بدك تاخذي جرعات اضافيه او تاخذ جرعات اضافيه، وبي 12 كمان مهم انه الطبيب يشوف قد ايه النقص ويتعوض هالنقص يا اما عن طريق الاكل او عن طريق الجرعات الاضافيه. واجمالا عائله الفيتامين بي هي اللي لها علاقه بهر الشعر اكثر. سؤال الثالث كمان عن الشعر، شو القصه اليوم؟ اوكي صباح رح خلونا نقول انه لا إيه موسم، قال موسم الناس عم بهر شعر موسم هو اجمالا عن تغيير الفصول بهر الشعر، يعني بنلاحظ انه بالخريف بهر الشعر مع تغيير الفصول او يمكن لانه من بعد الصيفيه بيكون تعب كثير وهيك صح ما مزبوط. بعرف يعني شو عم بيصير اليوم اوكي كمان في سؤال انه صباحو شو فينا نستعمل زيوت للشعر خفيف من الجوانب. اوكي هيدي مثل ما عم تقولي بعد الصيفيه هلا الزيوت كتير مهمه، بس دائما نرجع منقول اي شيء نحن بدنا نغذي بشرتنا هن البشره والشعر والاظافر هن نفس الشيء نفس التركيبه. اوكي فاي شيء بده يغذي البشره بده يغذي الشعر بده يغذي الاظافر بده يكون من الداخل عن طريقه اكلنا، فاذا هيدا اول مصدر لنقوي شعرنا نجدد بشرتنا ونحافظ عليها. رح نجير لا رح نجير كل الاسئله اللي كان لكارلا ما هيك خبرهم عن الاكل عن الاكل اللي بيساعد على التقويه. اكيد الشعر البروتينات كثير مهمه لتقويه الشعر. اوكي حتى البشره بنغذيها وبنحافظ على نضارتها بالاكل وشرب المي اكيد. هلا الزيوت ممكن نعمل خلطات من الزيوت سواء زيت اللوز، في خلطات كثيره من الزيوت مرات بيكون عده انواع بنخلطها مع بعض، لكن هل لك شيء هيك مباشر نستعمله ودغري يكون عنده فائده؟ ممكن يساعد لكن ما فينا، انا ما بقدر اقول لك اي زيوت، بس بقدر اقول لك انه كل الزيوت اللي ممكن نستعملها
بتساعد على ترطيب الشعر لانه هيدا كله من الخارج، وبيساعد شوي انه بيتم امتصاصه عن طريق الجلد، لكن هو منه حل جذري او مباشر، يعني انه خلص هيدا هو الحل، ما في حل ثاني. بدنا نشوف ليش شعر خفيف، هل هو اصلا، في ناس مرات بيكون شعرهم خفيف بطبيعه تكوينتهم الجينيه، يعني لو شو ما عملوا شعرهم خفيف، في ناس بيكون شعرهم سميك، فاذا كمان بدنا نعرف انه هل هي تركيبتنا هيك طبيعه شعرنا ولا تغير نتيجه يمكن مرات بعد الولاده، السيده بهر شعرها كثير وبخف نتيجه عمليات، فاذا ادويه معينه، في كثير امور او علاجات، ففي كثير امور بتدخل بهذا الموضوع. ما عندي، ما بقدر اقول جواب. خلينا ناخذ اتصال لكان هلا. يلا الو الو بونجور. بونجور، يعطيكم العافيه. اهلا باتريسيا. هيدا الموضوع كثير 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 بحبه وكثير بهمني، بقى مشان هيك بدي بس حدد سؤالي. انا اضليت شي 3 شهور عم باخذ فيتامين بي كومبلكس. اوكي. البي كومبلكس كان فيه بيوتين. وقفت هلا، انا رجعت باخذ بي مغنيسيوم، بيو مغنيسيوم. اوكي. كمان فيه بي ودي. بس لحديت هلا انا ما بقدر حدد اي بي منهم هو الانفع للشعر وللجلد، بي 6 ولا بي 12 ولا شو التريتمنت اللي بدي اتبعه، كمان لانه عندي مشكله هر شعر، وكنت عم باخذهم وقف هر الشعر تماما. بس هل ترى انه بضلني مكفيه على شيء خاصه بالشعر؟ فيني ضلي مكفية وأي بي منهم؟ ايه اوكي، هلأ تضلي مكفية إذا الشيء خصو بالشعر، يعني أخذتي سبليمنتس مخصصين للشعر، فيك تكرري ال ما كانوا مخصصين للشعر. اوكي. نو بس إيه. إني بي كومبلكس. اوكي. وهلأ عم باخد بيو مغنيسيوم. اوكي بس أنا فيه بي ودي. بي ودي، فيه بي ودي ومغنيسيوم. فيه بي ودي ومغنيسيوم. مظبوط. اوكي. هلا باتريسيا كمان ما بدنا ناخذ نزيد جرعات، لانه اذا انت مثلا جسمك ما عنده نقص مغنيسيوم وعم تاخدي هيدا ما بيسوى. فانا هلا بعد كل هالفتره اللي انت اخذتي فيك تعملي فحص دم صغير تشوفي البي كومبلكس، يعني عائله البي، كل الفيتامين بي شو وضعها، تشوفي الدي قد ايه، وتشوفي المغنيسيوم اذا عندك نقص. اوكي. هلا يمكن الفيتامين دي يقول لك الطبيب انه حتى لو المعدل طبيعي يمكن يوصف لك، هيدي الطبيب بيقررها، لكن ببعض الحالات لحتى ما يهبط معدل الفيتامين دي بيطلب انه ناخذ حبه بالاسبوع لتضل نحافظ على معدل طبيعي للفيتامين دي، لكن بالنسبه للباقيين اذا ما في نقص ما في لزوم ناخذ. عرفتي؟ بقى انا برايي اول شيء اعملي فحص دم صغير لتشوفي شو النقص اللي عندك، واذا كان في نقص ساعتها بهالحاله بيقول لك قد ايه الدوز، لان ما بدي انك تاخذي شيء اوفر زياده عن اللزوم، اللي هو مثل ما قلت كنت عم اقول قبل شوي، اذا جسمنا منه بحاجه لنا ما راح يفيدنا، بالعكس ممكن يكون عنده تاثيرات جانبيه. اوكي، ثانك يو باتريسيا على سؤالك. وبالنسبه للفيتامين بيز، هن عائله الفيتامين بيز كلهم بيفيدوا الشعر. اوكي، ثانك يو. شو عندنا كمان؟ بدنا نحكي عن موضوع اللي هو نوع من جفاف البشره بفصل الشتاء، وهيدي كثير اسئله بتوردنا. رح ارجع اذكر بهالموضوع، طبيعي بالشتاء بدها تنشف البشره اكثر لاسباب عديده. اول شيء عم نكون باماكن فيها تدفئه، وبالتالي هالاماكن جافه ما في رطوبه كفايه، فبالتالي البشره بتجف. صح. بالشتاء بننسى نشرب مي لأنه الطقس أبرد، وبالتالي يمكن ما مننتبه، هو نحن منعطش لكن ما مننتبه لجسمنا شو عم بيعطينا إشارات أنه أنا بحاجة لمي. كمية المي هي ذاتها تقريبا، يعني بس ايه نحن ما منلاحظ ومرات ممكن نلتهي أنه منشرب شي سخن فمنحس أنه مشي الحال، لكن هو ما بعود عن شرب المي. فكتير تذكروا تشربوا مي بالشتاء، بالصيف يمكن نتذكر لأنه الطقس حار، بس بالصيف بالشتوية ما منتذكر. شرب المي وترطيب البشرة بصورة مستمرة، هي شغلة كتير مهمة. فينا نعمل، بعطيكم شوية تيبس على هالموضوع. أول ما نخلص الدوش ننشف البشرة، بس مش نهائيا بالمنشفة، وما ضروري نفرك جسمنا إنه ننشف. نحن عم ننشف مزبوط، ننشف بطريقة هيك شوي شوي، نخلي شوي في رطوبة على الجلد وندهن اللوشن أو الكريم المرطب. بهالحالة هالكريم بيخلي المي تنحبس
بيمتص الجلد وبصير الترطيب اكثر لفتره اطول. بس طبعا اكيد بين الاصابع بالمناطق اللي ما راح ترجع تتعرض للهواء اكيد مهم انه ننشف جسمنا كثير منيح، لكن بقيه الجسم بهالطريقه لحتى الجسم يمتص المي والرطوبه. مرات في اشخاص لبس الصوف مباشره على البشره بيسبب نوع من الرياكشن او التفاعل او نوع من الحساسيه، فما يكون وبالتالي بصير عم نحك المنطقة وبالتالي بتصير تنشف أكثر، تتأشر أكثر وتعمل رياكشن. كمان هيدي مهمة إنه يكون في نوع من شيء قطني، مادة تي شيرت أو أي شيء قطني يكون ملامس للبشرة قبل ما يكون نلبس الصوف إذا كنا نحن منتضايق من هالموضوع. درجة حرارة المي ما ضروري تكون عم تغلي، لأنه المي السخنة بتنشف البشرة وبتنشف الشعر على فكرة كمان، فكمان إنه تكون درجة حرارة المي معتدلة، والفترة اللي بيكون بدرجة حرارة مي مرتفعة عالية تكون قصيرة لحتى كمان ما تتبخر المي من جسم وتنشف البشرة. هيدول هن كلهم تقريبا يعني على السريع تبس للشتاء. غير هيك انه يعني بدها تمرق بفترة وبعدين بيمشي الحال. عندنا انياس على الخط. بونجور. بونجور. كيف بدي اسال مدام ريوة، في عندي بنت يعني رح يصيروا 18 اسم الله، ضفيرة الايدايا الكبار تبع صبيعي الكبار هيك زياح بالعرض عم بيصير عندها. بالابهام يعني؟ نعم. بالابهام؟ ايه نعم. بايديا؟ ايه. بالعرض كيف هن يعني؟ زيحين هيك عم تحسهم صايرين طيب، في اطلب منك شغله؟ نعم. عندك رقم الواتساب تبعنا، فيك تصوريها وتبعتي لنا اياها وبنحكي عنها الاسبوع الجاي؟ ايه اوكي ميرسي. اوكي، على الرقم اللي عم بيطلع على الشاشه لحتى نعم. نشوفها ونجاوبك مزبوط. مرسي. شكرا لك، ميرسي كثير. اهلا وسهلا، نحن وقتنا خلص. ميرسي غادة. ميرسي لك روى، خليكم معنا، رح ناخذ سوا بريك وبنرجع نتابع. كمان لكل المشاهدين يلي حابين يتصلوا فينا، هلا صار الوقت لخفيف نضيف اكيد مع كارلو. صباح الخير. صباح الخير. عندنا سؤال قلنا نحن بدنا نبعثه من عند روى لهون، لانه في كثير عم يسالوا عن هر الشعر والفيتامينات وهيك. صحيح. بس كان في شق مخصص ل شو بناكل لنحافظ على بشرتنا، شعرنا، ضفيرنا، دخيلك. ايه هيدا شيء كثير مهم خصوصا من بعد قلنا النقطة الأساسية إنه مرقنا بصيفية بيبقى واحد شو ما كان وتعب وشوب وبحر وهيك، شو لازم يصير هلا؟ هلا أهم شيء طبعا بنقول الشعر، هيدي الشعرة والضفر هن مصنوعين من البروتين، يعني كثير مهم انه انا اكون عم ركز عم باخذ كميه كافيه من البروتين بالنهار. أوكي. فيها تكون من البيض، فيها تكون من الدجاج، من السمك، اكيد من اللحمه، من الحليب. فنحسب حساب، في اشخاص بياكلوا كميه قليله من البروتين ف يركزوا اكثر شوي انه يكون عندهم، لانه شفت هذه نقطه مهمه، الاسئله كانت كلها عم بتركز انه عم ناخذ فيتامينات. صحيح، انه ما حدا راح بهذا الاتجاه. لا، الفيتامين اكيد بيساعد، خاصه او اذا بنحكي ما يعرف بالمكملات الغذائيه، خاصه اذا السيدات والصبايا عم بيشكوا من نقص بالحديد او فقر دم. فانا اصلا اذا عندي نقص حديد او فقر دم اول شيء لازم صلح هالمشكله، لانه كمان نقص الحديد بخلي الشعر يهر من المشكله الثانيه. وثالث موضوع كثير كمان بنركز عليه هي المواد اللي غنيه بمعدن الزنك والفيتامين بي 5 اذا بديك، او مجموعه الفيتامين بي يلي اجمالا موجودين بالحبوب الكامله، يعني الحبه الكامله. نفس الشيء إذا بنحكي على معدن الزنك موجود بالمكسرات، موجود بالبذور، بس كمان موجود بثمار البحر وباللحوم. فأنا بسميهم هيدول الثلاثة بين الحديد إذا في نقص طبعا، البروتين والفيتامينات بي، مجموعة البي ومعدن الزنك. هلأ طبعا ما بيمنع أنه نحن ناخد مكمل يساعدنا يكون أكيد. موجود في هالثلاث مكونات، الحديد بناخده على جنب إذا عنا نقص بالحديد. أوكي، رح نرجع على أسئلتنا بانتظار طبعا اتصالات المشاهدين.
هون سؤال عن سيدة طولها متر وتسعة وسبعين عم بتقول إن وزنها بالخمسة وستين، وزنها بيزيد بس هلا عم صار لها إنه تقريبا بشهر تقريبا تسعة أشهر وصل لها الواحدة وثمانين، وهيدا طبعا زيادة كتيرة. هلا بعدها بين المتر وتسعة وسبعين والواحدة وثمانين طويلة، ف يعني بعدنا ما دقينا كثير بزياده الوزن، بس ما بيمنع انه يكون على حافه زياده الوزن. هلا هون طبعا المشكله شو الحال لتنزل الوزن، وخاصه بعد الولاده. فهون دائما بنقول انه الواحد زياده الوزن اللي اخذها بفتره الحمل بترجع بتروح بس بدها وقت، فما توقع انه الواحد يخسر وزنه بشهرين، ننطر على القليله ست اشهر. وبست اشهر اذا انت كنت عم تخسري 2 كيلو بالشهر، هدول 12 كيلو راحوا. فما نتوقع الواحد ينزل اكثر من هيك، خاصه اذا السيده عم بترضع، 2 كيلو بالزياده منه بيروح الفائض وما بياثر على الرضاعه. هلا شو لازم نعمل؟ طبعا بيفرق من شخص للتاني قديش الواحد عم بياكل بالنهار. كتير مهم انه ما نخفف كتير بكمية الاكل، نضل عم ناخد الوجبات الرئيسية مع كمية الفواكه الكافية، حتى لو مرقنا مثلا نص رغيف خبز مرة بالنهار، مرقنا راس بطاطا، مرقنا مثلا برغل عدس، هدول كتير مفيدين ما بيزيدوا الوزن. هلا طبعا اذا بدي اتروق كل يوم منقوشه او كرواسون او بيتزا على الدور، فكره اليوم بعد ما تروقنا منقوشه هيدا غير حديث. اوكي صح. ما عم نحكي نحن بهالموضوع. صح بقى هيدا بالنسبه للسيده اللي بدها تخسر تقريبا ترجع لل 65، يعني عندك تقريبا 15 او 16 كيلو. السؤال الثاني اتصال، عنا اتصال. الو الو بونجور. الو بونجور تفضلي. الو بونجور مدام كارلا. بونجور تفضلي. بدي اسال سؤال بس بليز، قديش مسموح الواحد ياكل خوخ مجفف؟ اوكي اذا كان عنده امساك. نحن الخوخ المجفف يعني تقريبا حسب حجمه، اذا قلنا 3 حبات بيطلعوا بدل حبه فواكه عم تاخديها بالنهار، يعني لنقول لازم تاكلي 3 حصص فواكه بالنهار، فيك تنقي منهم نصهم يكونوا من الفاكهه المجففه، ففيك تاخذي. عادة بيجوا تقريبا ذات الحجم يعني. حسب الاصناف، في عندك اوقات احجام اصغر من الثانيه، فلنقول بين 3 و4 حبات اذا كثير صغار. هي بالنهار. بالنهار. صبح وعشية. بدل حبة فواكه. بدل حبة فواكه. صحيح، هلا طبعا. أكثر مش مسموح إذا شي 10 مثلا. فيك تاخذي أكثر، بس إذا ما بياخذ سكر بالنهار مثلا. فيك تاخذي أكثر، ما في أي مشكل، بس كمان حرام تروح الفاكهة الثانية الطازة، لأنه بالمجفف بيفيد كثير بس ما بتحصل على الفيتامين يلي مثل الفيتامين سي الموجود بس بالفاكهة الطازة. فيك تاخذي مانج، المانجا كثير منيحة للأشخاص اللي بيشكوا من الإكتئاب. هلا كمان موسم. صح. اوكي ثانك يو. عرض الشوكه كمان. تابعينا اليوم شيف عم بيعمل كله وصفات بالمانجا. بالمانجا. ايه عندنا 2 أو 3 وصفات هيك كان عم بيقول على بكره. رح نرجع لعندك لكن. السؤال شو لازم ناخذ لسد الشهيه؟ ماشي. ممنوع ناخذ ادويه لسد الشهيه شو ما كانت تكون. منسكر هون بس. هلا عم تمزحي غاده بس كان في بفتره درجه موده تقطيب الشفاف من جوا التم هيك الواحد ما بيقعد بياكل شيء بس بيمرق. عم بحكي جد، ما عم بقول لك المثل اللي بيقولوا الجنون فنون. بقى السد الشهيه ما بدنا نسد الشهيه، يعني هلا كنا عم نحكي انا وياك تحت الهواء انه يمكن في اوقات الواحد بياخذ ادويه بتخلي الشهيه تزيد، او بعض الاوقات الواحد بيكون مفكر حاله شهيته زياده بفعل مثلا لانه قاعد بالبيت ما عم يتحرك، لانه في ملل، او لان في تعصيب لاسباب معدده. بس هون اللي بدنا نقوله انه اذا بدي اخذ شيء دواء لسد الشهية أنا ما عم بحل مشكلتي أبدا، فهون الحل. أوكي. هو أنه ناكل لما نجوع
خلال الوجبات وناخذ مجال لانه انا ما احط شيء بوجهي بالبيت يخليني اتسلى بالاكل وفكر انه انا شهيتي مفتوحه، ما في شيء بوجهك ما بتاكلي. كثير من الاشخاص غدا بيقولوا لي انه انا وقتها ما اكون بالبيت ما عندي مشكله، ما بجوع ما بلقمش. طب ليش بالبيت بجوع وبلقمش؟ شو الفرق بين برات البيت لا والبيت؟ لانه واحد بصير بشوف وين حاططهم بيكون بوجهه الاكل دغري. بيكون برات البيت ملتهي ما عم بفكر بالاكل، عم بفكر بشيء ثاني. بقى خلينا نلتهي وقت نكون كمان بالبيت، نفتح الباب ونظهر اذا حسينا بدنا ناكل، أو ننزل نمشي، نطلع ننزل على الدرج، نطلع ننزل على الدرج، نروح عند الجيران. بس عند الجيران نفتح الباب من دون الضيافات. عندنا نجوان على الخط. الو، جاي انقطع الاتصال، سوري نطرناها يمكن. رح نرجع لأسئلتك. يلا، لكن أنا حامل بشهر الثاني وعم بكره أكل البيض، التمر، معظم الأكلات الصحية، جسمي ونفسي طبعاً ما عم تتقبلها، شو البديل وهل هالشي عادي؟ طبعاً كتير عادي أنه بأول شهرين ثلاثة من الحمل السيدة يكون عندها يمكن كره لأنواع معينة من الأطعمة، لأن بتغيرات الهرمونية ممكن الطعمة تتغير، الريحة تصير مختلفة، فما في مشكل. هلا إذا ما أكلت بيض مع عليه فيها تاكل جبنة، فيها تاكل لبنة إذا عم تتقبلهم. هلا هي قالت لي ما عم تتقبل معظم الأكلات الصحية، إن شاء الله ما يكون كل أنواع الخضرة والفواكه وكل أنواع الطبخ بقى مشكلة، لأن إذا في نوع ما بدنا ناكله مع عليه بنبدل بأي نوع تاني. يعني إذا ما بقى جاي على بالي آكل سلطة بس ممكن مثلا أتقبل إذا مش الخس البندورة أو العكس، ما في مشكل. ونفس الشيء وقتا نحكي عن الطبخ، إذا ما قادرة أتقبل طبخ مع عليه إذا أخذنا نواشف، بس ما نقلي ما نحط، لأنه القلي والسمنة والزبدة بيزيدوا من اللعيان، يعني من اللعيان أو من عرفت الانزعاج. فما مشكلة إذا أنا ما بدي أخذ كوسة محشي، في أخذ مثلا ستيك وبطاطا أو إسكالوب، بس ما أقليون أشويون. وطبعا على طول بكل المجموعات الغذائية في شيء بدلوا عن شيء تاني، وإذا قطعت شهر زمان بيمشي الحال، بعدين بيرجع بيمشي الحال. رح ناخذ اتصال. إيفلين، ألو. بونجور. بونجور وحياتك، بدي أسأل كارلا عن، أنا طولي 162 وزني 66، وبدي أسألها سؤال تاني. أنا باكل ملفوف كتير ناي، يعني بتشوف بدور شي للسكر؟ اوكي، هلا انت قلت لي طولك متر و62 او 68؟ هو كان اكثر بس هلا عم نصغر، يعني 2؟ 2. اوكي، هلا ممكن انه ايفلين تخسري 4-5 كيلو، ما مشكل اذا قلت لي وزنك 66، يعني نرجع لل 62، 60 كمان اذا بدي كمان مناسب، ما في لزوم تنزلي اكثر. الملفوف كثير منيح لكل الاشخاص اللي عندهم سكري او لا، ففيك تاخذي باستثناء الاشخاص اللي ممكن يصير عندهم مشكله بالنفخه، يعني اذا بتنزعجي كنفخه من الملفوف بس هيدي المشكله الاساسيه. ما في مشكله للاشخاص اللي عندهم السكري، لانه الملفوف من الورقيات او من الخضار اللي نسبه السكر فيها قليله جدا، اقل من اي اصناف اخرى من الخضار. وسالت كمان بفتكر هدول السؤالين بالنسبه لوزنها وطولها. هون دائما بنقول اذا عندنا 4-5 كيلو بياخذوا وقت اكثر من واحد عنده مثلا 10 كيلو، ما بيحس كمان فيهم، عم بيكون عم بينزلوا على مهل، بقى بفكر حاله انه ما عم بينزل وزن. فاذا نزلت 2 كيلو كمان بالشهر او حتى لو كيلو ما في اي مشكل. اوكي، اتصالات او نرجع لعند كارلا. يلا، لكن هون عندنا سؤال كمان مره. شرق عمرها 67، طولها 1.60 وزنها 63، ممتاز جدا ما في اي مشكل. كمان مره برجع بقول كل شيء الواحد بحدود ال 65 الوزن بيكون مناسب طبعا بالطول اللي هو بحدود المتر و60 او متر و62. كمان مره بالمحافظه على الوزن غاده هون اهم من انه الواحد يفكر انه يخسر من وزنه، خاصه وقت نصير مثلا فوق ال 65 ويصير الواحد جسمه عم يحرق
طاقة أقل، بقى ما لازم يركز أنه يخسر قد ما يركز أنه يحافظ على الوزن، خاصة وقت يكون الوزن مناسب. ما تنسوا أنه الرياضة من أهم العوامل اللي بتخلي الشخص يحافظ على وزنه. ما تنسوا تتحركوا النهار، مش ضروري نروح نوادي بس، لا قد ما فينا نتحرك خلال النهار، نمشي نمشي نطلع دراج، مظبوط، حتى نزلنا عند الجيران صح مش اسانسير على الدرج. ميرسي كارلا، شكرا لك. رح ننتقل نحن وياكم هلا لعند الشيف حسين، وعدنا اليوم باطباق كثير طيبه فيها سمك وثمار بحر. ننتقل لعنده مع رشيد ملح. صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم في عنا اربع وصفات مثل ما خبرتكم مشاهدينا عنهم ببدايه عالم الصباح. في عنا شوربه الحريره المغربيه، هيدا اول طبق. عنا ايضا مشاهدينا سمك، طبعا كاري السمك والمانجا، هيدا ثاني طبق. وايضا في عنا كمان سلطه السمك، وعنا كمان مشاهدينا طبق حلو لحلقتنا لليوم اللي هو حلو المانجا على الطريقه الهنديه. هول هني وصفاتنا، في عنا ثلاث وصفات مالح وعنا وصفة حلو. لكن مشاهدينا أنا وياكم بدنا نبلش بشوربة الحريرة. بالنسبة لشوربة الحريرة، عندي طنجرة على النار، رح حط فيها زيت نباتي. لكن بلشنا بشوربة الحريرة المغربية، زيت نباتي على النار، بالإضافة كمان مشاهدينا رح نحط ايضا من البصل مثل ما عم بتشوفوا. رح ضيف البصل لهيدا الخليط للشوربه. اوكي، فينا نفرمهم كمان بهالشكل. هيدا الخليط جاهز عندي، البصل رح ضيف البصل. لحتى يذبل البصل رح ضيف ايضا مشاهدينا اللحمه، طبعا عندي لحمة الموزات، وأيضا رح نضيف كمان مشاهدينا البندورة. رح نرجع نضيف خليط الحمص، رح نضيف خليط العدس، رح نضيف كمان من مرقة اللحمة، بالإضافة كمان مشاهدينا للعقدة الصفراء للبهارات المشكلة. هيدا الخليط كله رح نحطه مع بعض لحتى تغلي الشوربة، يعني لتاني فقرة تقريبا بدها مشاهدينا ساعة ونص على النار مع العدس والحمص. نرجع منضيف أنا وياكم لهيدا الخليط الشعيرية ورب البندورة. هيدا كان بالنسبة لشوربة الحريرة. أما بالنسبة لطبقنا الثاني أو وصفتنا السمك بالمانجا والكاري، رح حط أنا كمان على النار أيضا، رح حط فليفلة ملونة وفينا ندخل فيها بصل، ورح أحضر خليط طبعا بالخلاط الكهربائي المانجا مع الفلفل الأسود مع رشة الملح مع حليب جوز الهند. رح أطحنهم مع بعض وأضيف هيدي الصلصة فوق السمك. طبعا نحن مشاهدينا فينا نعملها بالكلمار، فينا نعملها بالسمك، وفينا نعملها بالأريدس. أنا عندي كلمار وعندي سمك، رح أستعمل الكلمار والسمك بهيدا الطبق. كمان مشاهدينا رح أستعمل أيضا الكلمار والسمك بسلطة الكلمار والسمك. البصلة على النار تركها لحتى تدبل، رح ضيف البندورة، رح ضيف اللحمة، وبخبركم مشاهدينا بعد شوي بالتفصيل عن هالوصفة وباقي وصفاتنا لليوم. غادة، ميرسي شيف، يعطيك ألف عافية. أكيد كل اللي عم بتابعونا رح ناخد نحن وياكم البريك، ومن بعدها بنرجع منتابع عالم الصباح لليوم بكل فقراتنا، فخليكم معنا. كيفية التعامل مع نباتاتنا خصوصا بهالفصل وتغييرات الطقس، وإذا في أي مشاكل أكيد هلأ الإجابة مع كندا بأرض ورد. صباح الخير. صباح النور، كيفك اليوم؟ منيحة. ويك أند إن شاء الله كان حلو. حلو، وبداية أسبوع حلو بالشتاء، معلش اشتقنا. حلو، ايه أكيد اشتقنا، أكيد اشتقنا، والحمد لله فينا نقول حتى يعني كميات الثلج يلي بخلال هالكم يوم نزلت كانت حرزانة. صحيح، على أمل نقدر نحافظ عليها ويبلش جدا قريبا جدا موسم التزلج إن شاء الله. إنما
بالعودة إلى الأسئلة. يلا نحن هلا موسم بعدنا موسم خريف يعني بالطبيعة، بعد ما صار موسم شتاء، بس بالنسبة للحرارة بس إنه كميات صار عندنا مي. مزبوط مزبوط. رح بلش بالأسئلة يلي موجودين عندي. أول سؤال عندي، بالجنينة بيطلع هيك هيدا اللون كمان ولون أصفر، معقول يكون زعفران؟ وصلنا صورتين عن نبتة الكروكوس يلي هي من عائلة الزعفران، إنما هيدا للزينة بس، وهي من أجمل أنواع الأزهار على كل حال. هي زهرة الزعفران حلوة كتير، بس هيدا نوع من الكروكوس اسمه زعفران، بيكون اسمه كروكوس ساتايفا، يلي هو منميزه عن هالأنواع يلي منشوفها باللون الأحمر يلي بتعطيه على الإيتامين تبعولها، يعني بيبقى في اللون الأحمر يلي هو موجود يلي منه منستخرج الزعفران، بيبقى عندها مثل أنتينات إذا بتكون ثلاثة بيكونوا طوال، وعليهم البودرة الحمراء يلي هي مادة الزعفران يلي منستعملها كمطيبات. فإذا منه هيدا هو النوع، ولكن بيطلع بهالوقت، والزعفران على كل حال بينلم أو بينقطع من شيء أسبوعين تقريبا مثل هالوقت. هيدا هو الوقت تبعوله، فمن الطبيعي أنه أنواع الكروكوس نلاقيها بهالوقت من السنة. ونحن عنا بلبنان في أنواع برية، مشان هيك بتشوفي أنه بعد الشتاء بيطلع عنا الكروكوس، عنا السيكلامان البري أكيد، عنا الإيريس أو السوسن. بس وقت الزعفران عم بيصير عنا بلبنان زراعة على إلا. مزبوط مزبوط، وبركي نحكي عنا بالتفصيل بعدين. بس هالأنواع هي أنواع برية منلاقيها بطبيعتنا، منلاقيها بغاباتنا، مشان هيك بس نقول إنه نحن عنا تنوع بيولوجي كتير غني ولازم إنه نحافظ عليه. وبس يصير فيها المد العمراني الكتير كبير، من الأشياء يلي بيهددها هو هالتنوع البيولوجي هيدا، وبالتالي هالسايكل يلي عم بينكسر للأسف. كنا عم نحكي عن المحافظة عن الأمطار والمي، كمان هيدا جزء من السلسلة كلها سوا. أوكي. رح ننتقل للصور يلي مش صورة. سؤال، كيف بدي اسال عن موعد زرع الالوي فيرا؟ الالوي فيرا من النباتات يلي كثير عم يجي عليها اسئله بهالوقت هيدا، بتعرفي كل فتره بتطلع موضه شوي او بنكتشف قديش حسنات نبته وقديش في عندها يعني حسنات كمان. الالوي فيرا من النباتات يلي انا دائما بقول يعني اذا واحد ما بده يفوت كثير بتفاصيل شو الحسنات تبعولها، هالسائل او هالجيل يلي موجود فيها فينا نستعمله ككريم للايدين، بيطر كثير الايدين، ببيض الايدين كمان لكل الاشخاص المهتمين. زراعتها من الزراعات السهله اجمالا، اي متى بنزرعها اجمالا؟ افضل وقت هو الوقت بين نيسان وايار، يلي هو وقت بيكون الاوراق تبعولها طلعوا جديد، بس بذات الوقت اسيو، لانه الالوي فيرا لحتى نزرعها بدنا نزرعها تكون منا كثير طريه، لانه ما بتشرش الورقه الكثير طريه ما بتشرش، والورقه الكثير قاسيه كمان بتاخذ كثير وقت لحتى تعطيني جذور او تشرش. بالتالي بدنا نختار الوراق يلي هي منا كثير جديده ويلي هي منا كثير قديمه ومخشبه او خلص صارت صلبه كثير. الوقت هو نيسان ايار يلي هو بيكون دافي الطقس، بذات الوقت ما في اي حر زياده او برد زيادة، وبالتالي هذا هو الوقت المناسب. ما بيمنع أنه فينا نزرع هالنبتة بأي وقت من السنة إذا كان عندي القسم يلي بينزرع يلي هو الورق قلت يلي متوسطة، أو إذا عندي بوكي جديد طالع حدا لنبتة الألوي فيرا، لأنه بتعطي حدا كمان بوكي من الورق يلي منقدر أنه ناخده ونزرعه لحتى يشرش، على شرط أنه النبتة الجديدة ناخدها ونحميها من الظروف الخارجية يلي هي نحطها بمحل مضوى كتير منيح بدون ما تتعرض لا للبرد ولا للشوب، وأكيد نسقيها بانتظام بكميات مش كتير كبيرة. يعني هلأ إذا بدنا هلأ نزرع بدنا نفوتها لقلب البيت، تكون مدرية من الهواء أكثر شيء، من لأنه هي عادة بنحطها برا بجنينات وهيك، يعني بدنا نعملها مثل كأنه حاطينا ببيوت بلاستيكية يلي هي بيكون الضوء حلو فيها، هيدا أهم شيء بدون ما يكون عندي شمس مباشرة، ومثل ما قلت بده يكون مدرية من الظروف الخارجية يلي هي هلأ بهالأيام الهواء اللي كتير قوي عم بيكون والحرارة المنخفضة خاصة خلال فترة الليل. اوكي منتابع عندك. يلا عندي صور يمكن بدون سؤال.
اوكي، اذا مش مغلطة عم نشوف نبته البوغانفيليه اللي هي من النباتات الحلوه كثير او المسميه المجنونه او الجميله كمان بسموها، وعم نشوف شوي اصفرار بالوراق تبعولها. هلا هالاصفرار هيدا عاده طبيعي انه نشوفه بهالوقت من السنه. إذا كان البو كتير صغير عليها، لأنه البوغانفيليه بدها غمق بالتراب، يعني الشروش بيروحوا شوي بالعمق، مشان هيك عادة إذا عم نزرعها بأحواض بقلب البيت أهم من إنه يكون عريض البو، خلي يكون شوي غميق، بدي على القليلة 30 ل 40 سنتي غمق. فإذا كان فايش لأنه ما وصلتني صورة البو، بس الوراق مثل ما أني عم شوفهم، بيسوى إنه يكون أغمق من هيك أعمق من هيك. بهالوقت من السنة مش ضروري إنه نحط مغذيات، فينا بأول الموسم نرجع نعطيها المغذيات تبولها. أوكي، عم نشوف هون البو، إيه إذا بيكون شوي أغمق وشوي أكبر كمان بيكون أفضل من هيك لهالنبتة هيدي. تعال ننتقل لا بليز، فيني أعرف كيف بهتم ببلانت الأوركيدي؟ ما عندي صورة عليها. نحن دايما بنحكي عن الأوركيدي، دايما 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 حديثنا عن الأوركيدي، كيف نهتم؟ إذا بس بدي أختصر، أهم شيء هي طريقة الري للأوركيدي يلي هي مرة واحدة بالأسبوع. بس بدي أسأل الأوركيدي، بدي أسقيها كتير منيح. هلأ إذا ما فيني أترك المي عم تكرج فوق، أكيد بدون ما يجي على الوراق، الوراق نجرب قد ما فينا ما يفوت مي بقلبهم بجواتهم، بس خليني كل التراب يلي هو هالقشر هيدا أتأكد أنه رطب مزبوط، شرب مي مزبوط. من بعدها الأهم منها هو أنه خلي المي يلي زايدة تصفي. الأوركيدي بتشوفه كتير الثقوب من تحت من أسفل البو كتار، لحتى اللي ما يضل في عندي أبدا مي عم بتجمع. هيدا هو الشيء اللي بخليها إجمالا تموت، تعفن وتموت وقتها بيضل في مي مرقدة على الكعب. فخليها صفي مظبوط ونرجع نحطها بمكانها. كمان ننتقل لسؤال يلي بعده. الصورة يلي هي نبتة الكورديلين مثل ما عم نشوفها، كيف بدنا نعتني بهالنبتة هيدي؟ هلا ما بعرف وين موجودة، بأي غرفة، ما كتير يعني هيك هالزاوية هي، ما بعرف إذا كان وصل لها ضو ولا لا، هي بمحل شيء عم شوف اللي هيك في خيال الخيال. بس ما بعرف في كأنه شوي ضو يعني مزبوط. هلا مش كتير عادة هلا هيك أنواع إياها مع فلاش ما بعرف كنت أعرف يعني ما مش عم بقدر أعرف إذا كان كتير ضو ولا لا، بس هي هالأنواع ما كتير بدها ضو. بس عشرت يعني أنا عم بحس إنه لا بعد عتم زيادة عن ما هي بتقدر إنه تتحمل. بعرف إنه كل النباتات بالأخير بحاجة لضو بدرجات، بس أكتر نبتة يعني ما بنقدر إنه نبعدها أكتر من 4 أمتار عن مصدر الضو إذا كان مش مفلتر ببرادة. وقت اللي بيكون مسكرة البرادة كل الوقت، لا هيدا منه ضو كافي لنباتات تقدر تعيش بشكل منيح. هلأ عادة الكوردينين مثل ما شايفين بتكبر والتيج تبعولها بتصير بتفضى من تحت، وهي منا هي من أنواع بتقرب الدراسينا، منا من الأنواع يلي الجزع تبعولها بيعرض يعني ما رفيع، وبالتالي بس تكبر ما بتعود كتير حلوة. احلى وقتها بتكون اقصر من هيك. اللي فينا نعمله هو انه هالراس اذا كان حلو والوراق تبعوله حلوين، فينا انه ما تخافوا ينقص ونرجع نشكه عن جديد لحتى تصير اوطى. يعني عم نشوف هالراس من الوراق يلي يعني يرجع بيعطيني عن جديد جذور، بس بتكون اقصر من هيك، بتعطي شكل احلى لانه بتصير شكلها عبيه اكثر. والكعب يلي موجود بقدر انه خليه بالتراب تبعه لحتى اللي يرجع يفرع ويعطيني كمان وراق، بيرجع بيعطيني اكثر من راس، لانه بس نقص بيكون في عيون بتفيق بترجع هيك بتصحصح وبترجع بتعطيني وراق عن جديد. هاي العملية ما بنعملها بفصل الشتاء، يعني الافضل انه نعملها كمان ببداية الربيع باخر شهر اذار، ما نبكر كثير، لانه الكورديلين من النباتات مثل الدراسينا يلي هي بتخشب، وهالنباتات هيدي الافضل انه ننطر تيدفى الطقس مزبوط، مش اول موسم النوم. بس مهضومة إذا بترجع هي بتعطي، لأنه عادة وقتها بنقص إنه لا ما نخاف ما نخاف، إذا بدي شبشب النبتة عن جديد
خليها ترجع تشبشب. بدنا ايه بدنا نرجع تلوى. لا عم تقوليني اشياء غاده. لا تلوى ابدا. بدنا ايه نرجع هل يعني الاوراق الشابه يلي موجوده فيها نرجع نخليها تعطي جذور شابه كمان عن جديد، وبالتالي فينا انه نقسمها اثنين وهيك بصير في عندي نبتين من الكورديلين. بس اكيد اول فتره بنسقي يعني اول فتره بنزرعهم بدنا كثير ننتبه على السقايه، بده يكون سقايه وتيره اكثر من العاده مش مره بالاسبوع مثل عاده، وبده يكون الكميات اقل شوي. ننتبه دائما ما يكون يعني التوازن المي والضوء خاصه بده يكون كثير مضبوط لحتى لا تقلع. اوكي بعد عندي كثير اسئله. عندي هالنبته سبق وسالت عنها مره، نصحتيني بتبديل الحوض بواحد اكبر، نقلتها لكن ورقه مش كثير خضراء وفيها اصفرار، شو بعمل لها؟ اوكي عم نشوف نبته البشيره. مش كثير كبير هالبو، يعني ما بعرف قديش كان صغير لحتى اللي كبرناه شوي مش كثير. اوكي بنحكي مغذيات ما مش ضروري هلا خاصه بهالوقت، لا مش ضروري، بس قديش كان صغير لحتى لهيك. يعني انا بهمني كمان انه توازن النبته يكون يعني بالنظر تكون متوازنه، ما بدي بو كثير صغير لا نبته كبيره مثل يلي شايفينها، ولا بدي انه تكون منا كافيه للشوش. هلا اوكي ماشي حاله هيدا البو، مش ضروري انه نكبر. اللي فينا نعمله بيكون التراب يلي نقلنا عليه منه تراب غني كثير، يعني بكون كبرنا البو اوكي ارتاحوا الجذور بس ما اخذوا غذاء مثل ما لازم، لانه التراب يلي زرعنا فيه منه تراب فيه مغذيات كثير. بكل بساطة يلي بدنا نعمله هو انه نضيف مغذيات بهالوقت من السنة، خلينا نضيف بس نخفف شوي عن الكمية. يعني اذا كان مثلا قايلين لي تنفترض سائل الغطاء بليتر او 3 لتر مي حسب شو هو النوع، نخفف شوي الغطاء اقل شوي من الكمية، لانه نحن عملنا بموسم النمو، بس هذا الشيء بيساعد انه نرجع هلا بعدين يمكن شوية اصفرار لابد منه، يعني واحد ينقل وهيك بتتعب النبتة اوقات او بيتغير عليها الجو انه لا هون بهالحاله هيدي الوراق كلهم صفر. يعني عندي كل الوراق هيك لونه شوي بهد اكثر لانه بدها غذاء مش لانه بوقت مثلا نحن بالخريف فتره انتقاليه او عم بتبدل وراقه، لا مبين حتى الوراق الجديد هن لونهم فاتح، وبالتالي ايه ناقصها شويه غذاء. منا مشكله كثير كبيره، في مغذيات كثير موجوده بالسوق وخاصه للنباتات يلي هي مزروعه باحواض، دايما الافضل انه نعطيها مغذيات. ميرسي كندا. ميرسي غاده. خليكم معنا اذا من بعد ما كنا مع كندا بارض وورد، كمان مره بناخذ بريك وبنرجع نتابع فقراتنا. عودة من بعد البريك إلى متابعة فقراتنا. انضم لنا غسان، إذا محطتنا التالية صعبة كتير. غسان صباح الخير. صباح النور. كيف كان الويك اند؟ نشكر الله الحمد لله. وبداية أسبوع إن شاء الله تكون حلوة. ميرسي لألك إن شاء الله يا رب. لكل المشاهدين يا رب. أكيد اليوم موضوعنا عن رح نحكي كمان عن الجمعيات، إنما من وجهة نظر القوانين والتشريعات يلي لازم محل من المحلات يمكن تتزبط. شو بدك تخبرنا عن هذا الموضوع؟ نفضل نمسكها هيك ننفضها كلها ترجع تزبط. من وين بدنا نبلش؟ ما في مجال غدا الا للنفضه، لانه فعلا خلص. يعني المشكله انه هيدي الحلول الترقيعيه اللي كانت دائما ودائما بعدنا ماشيين فيها للاسف ما لن تجدي نفعا، ما رح نوصل فيها لمطرح، ورح نضلنا بتقهقر وتراجع لوراء اذا ما عن جد ما عرفنا بالعمق اشتغلنا كيف بدنا نشرع. لانه بتصور التشريع هو اساس العمل. يعني نحن اليوم للاسف ندعي ونفتخر انه عندنا قوانين، وبتسمع هالمشرعين بيقولوا لك عندنا قوانين كثير منيحه بس في كثير تشريعات وقوانين بالجوارير. انا بقول من بالغ وقت نقول هيك، لانه فعلا في قوانين وفي ثغرات هائله غاده بكل الاماكن يعني نحن ما بدي احكي بس فساد وكيف بدنا نشرع تنكافح الفساد وكيف بدنا نحاصر وكيف بدنا نقضي عليه. هيدي يمكن صارت ما بعرف اذا بعدها حلم او صارت من سابع المستحيلات، ولكن اللي بدي اقوله اليوم انه بخصوص
الجمعيات ونحن منقول انه مننتقد كل يوم السياسيين، بدي اقول انه نحن كمان مفترض فينا بانظمتنا الداخليه بقلب جمعياتنا كيف عن جد بدنا نشرع تنكون مثال وقدوه للاشخاص الباقيين وللموجودين بالطبقه السياسيه، انه لا في اشخاص موجودين بهيدا بالمجتمع المدني هن متجردين عن جد، هن من همهم السلطه ومن همهم المقعد بالجمعيه، لانه كله نسبه غاد، عرفتي؟ يعني رئيس الجمعيه بضل قاعد على كرسي جمعيته كل الوقت وشايف حاله حد الملك، يعني لانه هو رئيس الجمعيه مخلد. نعم هو اكيفال اذا بدك يوازي الرئيس او النائب او الوزير، قاعد على كرسي وما بده يقوم. يعني لا، ما نحن نكون بس خلينا شوي معلش، يعني انا اكون هلا محامي الشيطان اذا بدك اوكي. طيب بس يعني اليوم كمان في جمعيات في وراها شخص اسسها، كان عنده فكره، كان عنده رساله بده يوصلها الى اخره، بيقول لك انه طب ما انا هيدي فكرتي، انا اللي اسستها، انا صح. اللي عارف شو بدي اعمل، انا اللي عارف اشتغل. مش أوكي؟ غلط هذا يعني هذا انا مع المحافظه، هون بنميز بين شغلتين. انا ما عندي مشكله بروحيه يعني الجمعية، وقت شخص يأسس جمعية شو بهمه فيها غادة؟ روحيتها أكيد. يعني يعني أكيد. يعني هالفكرة رائع اللي قلتي، الفكرة اللي من خلالها أو الهدف أو الرسالة اللي من خلالها بده يوصلها تضل محافظة على الجمعية أوكي. لأنه ما حدا منا أصلا مخلد على الأرض، يعني هو صح. رح يروح أول آخر. طيب كيف بده يضمن بوجوده بغيابه بحضوره يقدر يضمن هيدي الروحية وهيدي الروحانية وهيدي الرسالة؟ التشريعات أكيد، مش الأشخاص، الأشخاص أكيد. بيروحوا وبيجوا غادة، هل منا نفهمها؟ نحن بعقليتنا الشرقية والعربية الأشخاص هني لا، مش الأشخاص، هي التشريعات. يعني كلنا بدنا ننتظم ونخضع لقوانين ولمعايير ولقواعد وأصول قانونية من خلالها منتصرف على أساسها ومنحافظ على الجمعيات وعلى استمرارية ومؤسسة. خلينا نوضح هيدي النقطة كمان شوي حتى يمكن يلي ما بيعرف أنه بأصول أو بوجود قوانين أو تشريعات بقلب الجمعية. اليوم في بعض القوانين يلي بتحطها الأنظمة، يعني الدول، الدولة، حكومتنا حاطة قوانين لا تنظيم هالجمعيات، وبقلب كل جمعية هن إلهم حق يحطوا تشريعات. جيستما. أوكي. شو اللي إلهم حق فيه، شو اللي بيغيروه، شو اللي منزل إذا بدك عليهم من الدولة؟ رائع. نحن اليوم بدنا نقول إنه التشريعات اللي بتحطها الدولة، الدولة بتحط خطوط عريضة من للجمعيات، عرفتي؟ انه مثلا نحكي على اوريجين بريفي، على مصدر يكون خاص، هذه الجمعية بدها تكون منا حكومية، هي أصلا لا حكومية. صح. بيت نو لوكراتيف، يعني الهدف ما يكون ربحي، ما يكون مالي، مش هذا واحد من أساس الجمعية. انديبندنس، الاستقلالية المالية، الاستقلالية إذا بدك الاستقلالية المالية والاستقلالية السياسية، ما تكون تابعة لأي سياسة. نعم إنه مش زوجة وزير ونايب نحترمهم بدهم يعملوا جمعية، ما فينا ندخل السياسة بقلبها، عرفتي؟ آخر واحد، آخر شرط، خامس شرط بالمعنى العام غادة بالقواعد العام اللي تفرضها الحكومة والدولة، انه يكون في خدمه الخير، الشان العام او الخير أوكي. العام اوكي, أوكي. طيب هون اذا انتظموا دوله ما عندها مشكله، بس الانظمه الداخليه مثلا بترجع بتحط قواعد بتخص المشكله الجمعيه وخصوصيتها. يعني مثلا جمعيه لاشخاص هن لنقول غير مبصرين، بدها تكون بالاداره او بالمجلس الاداره تبع هالجمعيه، او بده يكون مثلا نقول ثلثها او نصها او ربعها يكون اشخاص غير مبصرين. هذا شيء منيح، لانه الاشخاص بالنتيجه الجمعيه بتخصهم، بدهم هن يشاركوا، وهن اللي بيعرفوا تريبيا. شو المشكله وكيف يعني من اي منظار يتخذ الحل. هذا انا من حيث هول التشريع بحكي عنهم هلا، مش هون المشكله، المشكله واللي نحن طالبين هي مشكله عاده اللي بنواجهها دائما، واللي هي بتخص هذا تسلط الانسان وانانيته للانسان وكبريائه للانسان، انه اللي بده المقعد وبيضل قاعد عليه. عرفتي؟ يعني لاحظي مثل ما بننتقد غيرها بننتقد حالنا غادة، عرفتي؟ اخر شيء نحن في شيء اسمه اوتوكريتيك، في نقد ذاتي، وبدنا نقعد محلنا نقول انه في جمعيه صار رئيسها وانتبه ومنه المؤسس، تصوري انه لنقول او كان شريك بس انه تسلط وقدر انع واشتغل ليكون هو عمل كل المصالح اللي بتخصه تضل هو على راس الجمعيه، وبيتفق هو رئيس، هو نائب رئيس الجمعيه، اذا بخلص ولايتي وانا يعني ليموني على لونج ديوري هالفتره كثير طويله قاعد فيها، بعد مرق لك اياها بترجع بتمرق لي اياها، بنقضي 30 40 سنه غادة بجمعيه وحده بين الرئيس وبين نائب الرئيس، اذا مش انا انت، اذا مش هيدا، اذا ما ضل هو
كمان رمضان هو ويوي يعني 40 سنه 40 سنه عرفتي انه لا مطرح المطارح بدنا نحدد اوقات الولايه تبع الجمعيه بدنا نحدد العلاقات بدنا نحدد الادوار بدنا نحدد الاموال الفايته وطاقه بده يكون في مراقبه ومحاسبه هون بقى حدث ولا حرج نعم هذا اللي عم بقول الاموال نعم يلي ما حدا بيعرف كيف على اساس انه جمعيه ومنن يعني هدفها الربح وفجاه بتلاقي يعني ملايين وعمروا بنايات واشتروا سيارات والى اخره منا تقدمه او منا يعني نعم او عم تهدر الاموال لا 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 لا, لا, لا انا ما عندي مشكله اللي عم بيشتغل لو كان الجمعيه ياخذ يحدد يقول انا معاشي بهالجمعيه هالقد اوكي وانا بالسعر هذه شغلي يكون هالقد ما في مشكله عزم. بس المشكله مع هالقد عرفتي ما في هالقد في حساب مفتوح يعني انا رئيس جمعيه انا بقرر وبتشوفوا بتفوت فكره المافيا بقلبه بيتفقوا وبيزوروا وبنعمل وبنهدر وبنطلع وبننزل بعدنا ما فهمنا البعد الانساني لوجود الجمعيه مزبوط هذا الهدف الاساسي 100% نحن انا ما عم بقول كل انسان ما ياخذ حقه انا عم بقول يتظاهر هذا الحق نحدده بقلب تشريعات معينة نصلح التشريعات نحط تشريعات قادرة نحاصر فيها الفساد الموجود بأي جمعية قادرة نحاصر فيها نقدر نحقق فيها المراقبة أول شيء وبعدين المحاسبة وبعدين كل الأمور التقنية هيديك تصلح وتقوم وتقيم بحسب إذا بدك المعايير والتشريعات القانونية مرعية الإجراء اللي كلنا بنعرفها واللي ما حدا منا ما بيعرفها. طيب عم يتقدم اليوم مشاريع يعني قوانين جديدة للأسف غادة مين عم بيقدم؟ مين مفروض يقدم؟ بدي أقول لك اللي بده يقدم هن نواب المجلس النيابي تشريعات القوانين مشروع القوانين بيقدمون المجلس النيابي نواب بس نواب همهم هيدا القطاع هذا اليوم نحن هذا القطاع صار اليوم بعد فوق إذا بتنزلي على وزارة الداخلية بعد أكثر من 20,000 جمعية أكثر يعني ما بعرف قد ايه لانه انا كنت بعرف من سنتين ثلاثه انه كان هالقد مزبوط 100% مزبوط اليوم اكيد الجواز العدد اكيد عرفتي اكيد لانه عندنا اسبوعيا جمعيه جديده عم تطلع اوكي نعم والمشكله انه قد ايه ما بعرف قد ايه منهم وهمي ما بعرف قد ايه منهم مزبوط ما بعرف قد ايه منهم عم يشتغل بالبعد الانساني حقيقه ما بعرف في جمعيات عم تشتغل شابوبا ببعد كثير انساني أكيد. انا بحييه اكيد نحن ما رح نجمل الكل صح ولكن هولي بدي اقول لك هولي يعني ان شاء الله يكونوا الخمير بالعجين بس ولكن انا اكيد عددهم اقل بكثير من الخمير يعني ما بعرف اذا بعد فيهم يخمروا عرفتي؟ وهي المشكله يعني إذا والمشكله انه يلي عم بتقول انت انه اذا في منهم وهميه عم ياخذوا من دار بقيه الجمعيات وشفنا مؤخرا انه الوزارات عم بتحد من الموازنات اللي هي مخصصه للجمعيات وهيك صحيح فاذا لحتى يقدروا يلحقوا للكل عم يضطروا انهم يقللوا من الموازنه فاذا يلي عن جد عم يشتغل ما عم بيقدر يوصل له المطلوب 100% مشان هيك هذا المطلوب اليوم انا اعاده نظر من السلطه الرسمية أو السياسية بهيدا القطاع وإعادة تنظيمه نحن بحاجة لإعادة هيكل وإعادة تنظيم وإصلاح هول ثلاث محاور ما ممكن نقوم بهالقطاع من دونهم لأنه القطاع عم نعيش فيه نوع من عشوائية يعني ما عندنا ترتيب ما عندنا تنظيم ما عندنا تنسيق ما عندنا تناغم بين الجمعيات بين بعض البعض عندنا خليني أروح أنا أبعد من هيك إذا بدي أقول لك عندنا تضارب حتى صح صح مين بيقدر ياخذ اكثر باي 100% والمشكله هيدا القطاع الوحيد غدا الممنوع تعيش فيه المنافسه الغير شريفه ممنوع لانه بيرمون يعني شيء يعني كله انساني يعني شو عم تعملي عرفت يعني شو عم نعمل يعني كل المطارح فيك تنافسي فيها بطريقه ولكن هيدا المطرح لانه عن جد هالقد وجع الناس كبير وهالقد الحاجه كبيره مزبوط. وهالقد الناس هن بحاجه وهالقد انه بفهم طلعت هون جمعيه لانه في حاجه لها ولكن للاسف او ما بعرف اذا بقول للاسف او للسعاده انه نقدر نلبي حاجات الناس او نرجع نشوف انه هذه الجمعيه للاسف دورها عم بيرجع يتراجع ويصير سلبي اكثر واكثر وبعدين بتصير بين عائليه وبين منفعيه وبين مصلحيه فاذا نحن المطلوب منا نحدد امتين ومين ونبلش بالشغل ونبلش لان
لانه مش بس متاخرين غادة، يعني عم بقول لك القطاع صاير مخلوطه، يعني هلا بينصت منا الشيف هلا طيبه المخلوطه ما بتشكي من شيء. نعم بس هون منا طيبه ابدا، لانه كله عم بيفوت ببعضه وكله بحاله المنفعه الشخصيه للاسف، وما عم نطلع على مجتمع عن جد عم بينهار، وجعه عم بيكبر والصرخه عم تكبر اكبر واكبر يوم بعد يوم. ميرسي لك غسان، وعلى اكيد وجودك دائما معنا بهالهمه. اذا بنشوفك اسبوع اللي جاي، خليكم معنا كمان مره، بناخذ بريك وبنرجع نتابع. بتعرف هيدي اللحظه لما بيوقف فيها الوقت وتشوف مستقبلك قدام عينيك، لما تحس حالك خلقت من جديد، وبتبطل سيعتك الدنيا، وفجأة قلبك بيكبر فيهم وهن عم يكبروا قدام عينيك. لما يجي وقتها رح تعرف. أمن على اللحظات قبل ما تصير، واستفيد من تأمين شامل لحياتك. سبايرل، حياة كاملة، تأمين متكامل. أهم شيء التأمين اليوم. صباح الخير، بدي رحب بضيفنا باستوديو عالم الصباح باسم عاصم، مدير عام شركة أليانس نا. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. ميرسي، أهلا. طبعا يعني مفهوم التأمين اليوم كان بالأول على أشياء محددة، ومع مرور السنين تعددت الأوجه له. أليانس نا هي من الشركات العريقة بنعرف اللي موجودة بلبنان من كتير زمان. حابين أكثر نرجع نتعرف على هالشركة، تأسيسها وهيك، وهالتطور يلي عم بيصير نقدر نرجع نفوت بتفاصيله أكثر. أول شيء أنا حابب أتشكرك لاستضافتنا، وأتشكر تلفزيون مستقبل. كتير حلو البروجرام، بس للأسف بهالوقت بنكون نحن بشغل ما بنقدر نتابع، ولو تلفزيون صغير اليوم دغري بيصير بكل المكاتب. مزبوط. طيب لمحة سريعة عن أليانسنا. أليانسنا هي الشركة الأولى بالتأمين بلبنان، تأسست سنة 1963 ببيروت، بتخدم حوالي 150 ألف زبون، وعندها 14 فرع موزعين على كافة الأراضي اللبنانية. بتقدم خدمات بمجال التأمين على الحياة والتأمينات العامة. هي عضو بمجموعة أليانز العالمية. مجموعة أليانز العالمية تخدم حوالي 88 مليون زبون ب 70 دولة، وهي إحدى أكبر شركات التأمين بالعالم، إذا مش أكبر شركة تأمين بالعالم. إذا قد عم نحكي بأرقام، بعتقد هيك هلا ما في أرقام قدامي حتى نعمل مقارنة، أنت يمكن عارفها. نعم. أكثر. نعم. إذا صار عم نحكي بسنين طويلة، ومثل ما قلت أنا مفهوم اليوم التأمين عم يتطور، صرنا عم نأمن على كثير من الأشياء اللي الناس ما كانت قبل تنتبه لها، خصوصا عند أشخاص يمكن كمان مهمين، يعني مثل تنقول مغني صار بيأمن على صوته على كذا، هيدي مش هيك بلشت مفهوم التأمين. كنا صح بشكل عام، بعدين فتنا أكثر يمكن سيارات، بيوت إلى آخره، حتى عم نحكي اليوم بس عن أشياء متطورة أكثر، ترافق واحد بكل سنين حياته، صحيح؟ 100%. كرمال هيك نحن عملنا بروجرام جديد اسمه سبيرال. السبيرال هو منه منتج تأمين عادي، هو حل حسب احتياجات كل شخص. عادة شركات التأمين بتواجه كثير من التردد من قبل الزباين بسبب كثرة المستندات المطلوبة، العقود التأمين المعقدة اللي أكيد بيصعب فهمها. أكيد. أليانسنا طورت مع سبيرال مفهوم جديد للتأمين، وقدرت تجمع ببروجرام واحد ثلاث بواليس تأمين. وصار في واحد يحمي حاله ويحمي عائلته ويستثمر لتعليم أولاده ولتقعده بعقد تأمين واحد. أوف، كيف هاي؟ هذا البروجرام الجديد اللي عنده عدة ميزات، إذا بتحبي بقدر أكيد لك شو بدنا ميزات. شوي نعرف يعني كل هالمرحلة. نعم. من هالمراحل، وشو واحد لازم يكون. مزبوط. وكيف بده. أهم سؤال اليوم. نعم. بينسأل. نعم. إنه أنا وقتها أعمل أسيرانس هالقد أو تأمين على شغلة. نعم. صغيرة عم بدفع. نعم. دفعات كبيرة. نعم. فكيف إذا اليوم عم بأمن على كل هالأمور؟ بس أنا رح أشرح لك أكثر عن البروجرام اللي هو كتير فليكسيبل، البرنامج كتير فليكسيبل السبيرال.
أول شيء بيقدم مجموعة شاملة من التغطيات على الحياة للتعليم وللتقاعد. كتير سهل استعماله لأنه بسبب الشاشة التفاعلية، يعني الزبون بيقدر ياخد التغطية اللي بده إياها، بيقدر يشيلها، بيقدر يزيد مبلغ التأمين، بيقدر ينقص مبلغ التأمين. كمان عنده سهولة بالتعديل ساعة اللي بده فيه تعديل. عنده كمان أنه هذا الحل منه لمطلق شخص، يعني الحل اللي لحضرتك غير الحل اللي موجود. أوكي، فإذا هيدا البرنامج بيتأقلم مع الشخص، مع حاجات الشخص. يعني بناخد بعين الاعتبار أول شيء أحواله الشخصية، يعني عمره، شو بيشتغل الشخص، بناخد بعين الاعتبار وضعه العائلي، إذا مجوز، عنده أولاد، ما عنده أولاد، شو عنده مدخول بالسنة، وشو عنده احتياجات إضافية. عظيم. هاو بناخدهم كلهم بعين الاعتبار لنقدر نعطي الشيء اللي اسمه الدراسة الأولية. أوكي. هلأ كمان بلشنا فيها. نعم. عظيم. كمان بيخليك مع سبيرال بيقدر واحد يستثمر للتقاعد وللتعليم بمجموعة واسعة من الصناديق الاستثمارية المحلية والعالمية. هلأ أهم شيء بأليانس سبيرال واللي هو بتصور منه موجود بالسوق اللبناني، أنه صار فيه مطلق شخص بحيالة وقت ومن أي مكان يفوت من كمبيوتر أو من تابلت على أليانس ناو ويب سايت على www.aliancenow.com ويحصل على دراسة فورية لاحتياجاته. بحط المعلومات اللي أنتوا طالبينها. مظبوط. مية بالمية. هلأ كيف بيفوت؟ رح أشرح لك هيك بريفلي كيف واحد بيقدر يحصل على هالدراسة. أول شيء بيفوت على اللينك، بيعبي معلوماته الشخصية، وفي مثل دليل أو ماسكوت هي رح ترافقه، تشرح له عدة مراحل لازم يتبعها، تشرح له التغطيات لحتى يحصل بالأخير على دراسة كيف واحد فيه يحمي حاله وعائلته ويستثمر لجامعة أولاده ولا تقعده. هلأ إذا عجبته الدراسة أكيد فيه يطلب من الشركة أنه تتصل فيه لتعطيه معلومات إضافية، أو في ياخذ موعد من أحد مندوبينا، أو يتوجه على واحد من فروعنا. فإذا يعني اليوم هيدا البروجرام إذا هيك عم بتحط لنا إياه بهالطريقة، كل ما واحد بلش وعبكير كل ما أفضل. طبعا. صحيح؟ طبعا. يعني المردود الحاجات بتتغير، بتعرفي مع الحياة بيتطور الإنسان، يمكن أول بيكون أعزب، بعدين بده يتجوز، بده يصير عنده أولاد، بده يعلم أولاده، وبده يطلع على التقاعد. نحن مع سبيرال منغطي هالمراحل الحياة كلها من وقت ما يكون واحد صغير لحد ما يكبر. أوكي، وعم بتقول حضرتك أنه بأي وقت من الأوقات بيقدر يعني يفوت على البروجرام ويعدل، يعني نعم. كمان واحد يمكن يصير معه حادث، يمكن نعم. ما بعرف شغله يضيق، اليوم كلنا عم نحكي عن أزمة اقتصادية، نعم. يعني كله هذا بيرجع قادرين أنكم تعدلوا؟ بيقدر يعدل إذا منه قادر يدفع، لنعتبر القسط اللي كان يدفعه في خفف القسط، في زيد القسط إذا تحسنت أحواله، في ياخد من الأول بعين الاعتبار أنه هو كل سنة بده يزيد القسط اللي عم يدفعه، كله هيدا بيقدر بهالبروجرام الفليكسيبل اللي هو سبيرال عنده أكسي عليه. وأهم شيء الاستمرارية. أهم شيء الاستمرارية. لأنه اليوم بنسمع كتير ويعني منشوف هيك أنه في شركات أنه ما بعرف واحد ضاقت عليه القصة ما قادر يكفي أو صار مشكل بيوقفوا له فجأة التأمين أو ما بيعودوا يعني يتعاملوا معه، بيصير بيقول ولا وأنه أنا صار لي سنين بهالشركة ومعكم وفجأة ما قادر أني كفي. فإذا هيدا الفلكسيبيليتي هي صح. مطلوبة جدا صح. اليوم صح. ونحن سياستنا بس على طول نوقف حد زبوناتنا. أي أكيد هذه شغلة كتير مهمة. طيب فإذا سبيرال هلأ بلشت وعم بترافق مثل ما شفنا كمان بالتي في سي عم بترافق الناس بكل المراحل، شو فينا نحكي من بعد سبيرال، وشو فينا نحكي اليوم؟ أنا يعني بدي أستفيد من وجودك كمان اليوم، الشباب كتير بيسألوا حالهم أنه أنا بعدني شاب وبأول عمري، بعمل ما بعمل تأمين على شو بعمل، يعني شوي بضيعوا بهيدي القصص. هلأ أليانسنا على طول بتطلع بالمستقبل وكيف بدها تطور خدماتها بشكل يتلائم مع متطلبات الزبائن والتطور التكنولوجي. كرمال هيك كمان عم نعمل بروجرام تاني من سبيرال اللي هو بس للتأمينات العامة، يعني للسيارات، للاستشفى، ولكل شيء اسمه تأمين على الممتلكات.
كمان هيدي بس نخلصوا اذا الله اراد البروجرام نحكي عنه. اي ضروري انه نشجع، يمكن بعد قصه التامين على الممتلكات نعم. شوي ضعيفه عنا نعم. يعني دغري بنركض على الامور اللي علاقه بالصحه نعم. بنركض تنامن السياره نعم. وهيك وبننسى شوي الممتلكات. بننسى، ليش بننسى؟ يعني قديش لازم نوعي على هالنقطه هاي؟ لازم نوعي عليها كثير، ونحن كشركه اليانسنا وكمان بتعاون مع تجمع شركات الضمان بلبنان عم نجرب نعمل حملات توعيه لحتى العالم تأمن أكثر وأكثر على ممتلكاتها. ممتلكات بما يعني يعني بيوتها، بيوت مكاتبها، مشاغلها، متاجرها، مخازنها، كلهم هودي فيهم يتأمنوا. هول بالأيامات العادية مفروض أنه يعني يكون التأمين عليهم إلزامي بمحل من المحلات، خصوصا إذا ذكرنا مكاتب شركات وهيك. لا للأسف لبنان منا إلزامية بعد، بس وزارة الصناعة فرضت على كل شيء اسمه مصانع تقدم بواليس تأمين، بس غير مؤسسات ما نوم مجبورين. هلا اكيد اذا واحد اخذ قرض من المصرف عم يجبروه كمان يكون مأمن بيته، والا في شوية نقص بالتأمين على الممتلكات. ايه صحيح، وهيدي نقطة ضرورية يعني، وقت نحكي خصوصا عن البيوت هيدي يمكن اخر نقطة بننسيها ما بنفكر فيها، وكل شيء داخل هالبيوت واحد بيبقى له سنين عم جنى عمره جنى عمره واحد بحطه ببيته، بس للاسف ما عم بيأمنوا اهل. كيف بتصير انه انتم تقدروا تجوا يعني حدا يجي من الشركه بيعمل مثل تقييم على البيت؟ هلا ما في من هلا قول شو رح نعمل بسبيرال، بس رح يكون كمان كتير فليكسيبل وكتير هين، ما ضروري يفوت يحط قدي مبالغ التأمين، بفوت بحط بس مساحة بيته وبحط شو الكاليتي اللي موجود الكونستركسيون تبع بيته، وبيحصل كمان على دراسه اوليه، واذا عجبته اكيد بيشتري. بدي ارجع على سبيرال كمان يلي حكينا عنه بشكل مفصل، وبلكي هلا حدا عم بيحضرنا بيقول لك يمكن انا تاخرت او صرت بعمر خلص، يمكن قطعت ولادي، يمكن صاروا هلا بالمدارس، بيقدر يلحق بعد انه يعني يفوت على هالبروجرام شو ما كان العمر؟ حسب عمره بيقدر يفوت، لكن العمر اكيد بيبقى لازم يدفع اقساط معينه، بيبقى عنده احتياجات معينه، يعني تاني. اكيد احتياجاته واحد هو اولاده صغار، غير ما يكونوا احتياجاته صح. بس يكبروا اولاده، كرمال هيك عم نقول انه هو برنامج كثير فليكسيبل السبيرال، بتسمح له الواحد هو حسب احتياجاته رح نحن نقدم له الحل اللي بيناسبه. هلا اكيد قد ما حكينا عن الموضوع التفاصيل بتبقى انهم يتصلوا فيكم وبيصير في شرح. وانا عن جد بدعي كل شخص عم يسمعنا اليوم واكيد بالمحيط تبعكم يفوتوا على اليانسنا ويب سايت ويفوتوا يحصلوا على دراسة فورية، ما رح تكلفهم شيء، بس ليشوفوا كيف بيشتغل هالبرنامج ويعرفوا حالهم. يمكن لقوا انه هيدا دائما واحد بيتوهم من الشيء يمكن يلي بعد ما بيعرفه او هيك، وضروري مثل ما قلت نحن بعدنا فوكس كتير على اشياء صحية على السيارة لانه كمان مجبورين فيها، وبيبقى فيها اقساط مثل ما ذكرت، الامور التانية عم ننسيها بس هي كمان جدا ضرورية بحياتنا. اهلا وسهلا فيك معنا بسرعة عالم الصباح، مرسي على كل هالمعلومات. رح ننتقل مشاهدينا لحتى نتابع فقراتنا باستوديو عالم الصباح فورا لعند الشيف حسين مع رشيد ملح. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين، لكن باول فقره من فقرات رشيد ملح شو صار في عنا على النار؟ في عنا طنجره عم نشوف في بقلبها مي عم تغلي او مرقه لحمه عم تغلي. طبعا مشاهدينا هيدي طنجره في بقلبها اول شيء حطينا بصل، قلينا البصل بزيت نباتي او فينا نقلي البصل بالسمنه. حطينا مع البصل لحمه موزات بالاضافه بندوره، صار عندي بصل شوربه الحريره المغربيه. زيت نباتي او سمنه، بصل، لحمه موزات، بندوره، حطينا عقدي صفرة، حطينا مشاهدينا زنجبيل بودره بالإضافة للكرافس طبعا مع الكزبرة الخضراء مع البقدونس، وأيضا مثل ما شفتوا حطينا مرقة اللحمة والعدس. كل هالمكونات عم تغلي. هيدي المقادير اللي كان عم نشوفها قدامنا على الشاشة. هيدي الشوربة بعد ناقصها الحمص
وبعض ناقصها كمان مشاهدينا الشعيرية، وبعض ناقصها رب البندورة، شوربة الحريرة المغربية. هالشوربة كتير طيبة وكتير شهية. طيب هيدا كان بالنسبة لشوربة الحريرة. هون مثل ما عم بتشوفوا مشاهدينا في عنا بطاطا مسلوقة. هاي البطاطا قطعناها مربعات وسلقناها طبعا للسلطة. هون في عندي كمان رز أبيض. هيدا الرز الأبيض لأيضا طبق الرئيسي لحلقتنا لليوم، كاري السمك بالمانجا. طيب شو رح بلش؟ بعد ما حضرت أنا التحضيرات الأولية لحلقتنا لليوم، لازم جيب فيليه سمك، قطع فيليه سمك مربعات، نلطهم بطحين ونقليهم. عندي كالامار، لكن مشاهدينا في عنا كمان من الكالامار. هيدا كالامار، ورح جيب بهالوقت مثل ما خبرتكم فيليه سمك. لنبلش نحضر فيليه سمك، نقطع فيليه سمك مربعات. طبعا مشاهدينا انا اليوم جبت فيليه سمك مثلج، بس ولكن فينا نستعين بالفيليه السمك طازه، ما عندنا مشكله، بالعكس الطازه بيعطينا نكهه اطيب. طيب لكن عندي فيليه سمك مثلج، رح اقطعه بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا مربعات، لنلطه طحين، نحط له كمان مشاهدينا كمون، بالاضافه للفلفل الابيض، وايضا لطن طحين ونقليهم بالزيت الحامي. انا رح احضر السمكات بهالوقت. طبعا بذكر كل المشاهدين اذا حدا عنده اي سؤال بحب يسالنا اياه فيكم تتواصلوا معنا عبر رقم الواتساب اللي رح نشوفه قدامنا على الشاشه. لكن السمك الفيليه الهامور عم نقطعه مشاهدينا بهالشكل، رح ارجع مثل ما خبرتكم بالاضافة للكمون وايضا للملح والفلفل الابيض، رح قليهم. شوربة الحريرة طبق كتير طيب، اللي ما بيحب اللحمة طبعا فيكن تحطوا محل اللحمة رايدس، ما عندنا مشكلة، وفيكن ما تحطوا لا لحمة ولا رايدس، لان في ناس ما بياكلوا لا لحمة ولا رايدس ولا مواد بروتينية. طيب خلينا بهالوقت نحن نشوف شو صار في عنا بالشوربة. طيب خلينا نشوف أنا وياكم الشوربة. في بقلبها مثل ما عم بتشوفوا العدس، في بقلبها الكزبرة، في بقلبها البقدونس، في بقلبها الكرافس، وأيضا في بقلبها البصل. راح نضيف هلأ الشعيرية، كمان ضفنا مشاهدينا كمية من الشعيرية، وبنترك الشعيرية لحتى تستوي مع هيدا الخليط. كمان رح نضيف الحمص الحب، هيدا حمص حب مسلوق، ايضا ضفنا الحمص الحب. بضل في عندي رب البندورة بعد ما تغلي هيدي الشوربة باخر فقرة من فقرات رشة ملح، طبعا رح نضيف رب البندورة. انا مشاهدينا رح كفي مع السمك، رح حمي الزيتات لاخر فقرتين من فقرات رشة ملح، نقلي السمكات، نحضر الكالامار وباقي وصفتنا لليوم. اما هلا بالعوده لك غدا. بسرعه شيف، بسرعه بلشنا نجوع. يعطيك الف عافيه. فاذا بنرجع لعندك بعد شوي، انما هلا الوقت هو كمان مره مع الاعلان وبنرجع منتابع. النزاعات ثم نزاعات ثم نزاعات، بس كيف بدنا نتخلص من النزاعات؟ اكيد بدنا نحكي كثير بالاساس، خلينا نحكي اكثر مع تانيا. صباح الخير. صباح النور. انا شايفه كل ما عم نحكي كان ما عم تولع اكثر. ما هيك ما عم تولع، هي عم بتلقي للولعه، هي عم بتلقي للولعه. بس ايه، في ازمه يعني عايشينها خاصه بمنطقتنا وخاصه بلبنان اكيد. والنزاعات كل مره بنقول انه النزاع امر طبيعي طالما بقدر اطلع منه برابح رابح، يعني وين وين سيتويشن. ولكن في عده انواع من النزاعات، في عده طرائق لمواجهة النزاعات. صح. للأسف المعودين نستعمله هو الأسلوب المدمر،
والنزاعات ايه فيها تكون مدمره، مدمره للاخر، هيدا هدفي بيكون لما بدي دمره، بس بلا ما ادري بكون عم دمر حالي، وفيها اجمالا تدمير للطرفين. وبالتالي اليوم اللي رح احكي عنه عن هالنزاعات رح اعرف المشاهدين على الموديل تبع فريدريك جلال حول التصاعد، درجات التصاعد تبع النزاع، وامتين بيصير بمرحله لا رجوع عنا، وامتين فينا نطلع رابح منه. يعني عمل مثل فريدريك جلال عمل مثل تشارت اذا بدك، او مثل رسم بياني لحتى يفرجي انه لوين فينا نوصل بالنزاع، وين فينا ننتبه ونوقفه ونطلع بنتيجه حلوه. برجع بقول لانه النزاع امر طبيعي أوكي. بحياتنا ما في مهرب منه، اذا حدا بيحلم يعيش بلا نزاع عم يحلم، خليك عم تحلم. في اختلاف دائما بوجهه النظر ونحن كائنات اجتماعيه، من الطبيعي انه بالانتر اكشن او بالتفاعل مع بعضنا انه مش دائما ناخذ يلي بدنا اياه، وبالتالي يكون في نزاع. فريدريك جلال الحلو بالشارت اللي عمله او بالرسم البياني اللي عمله انه عامله مش تصاعد، يعني هو درج مفروض ناخده تصاعد، يعني بنبلش هون فينا ننتهي هون، عم ننهي بعضنا، بس رسمه بطريقه نازله لانه كثير واضح انه التصاعد تبع النزاع هو نزول نحو الهاويه التي لا رجوع عنها، هو الدمار الكامل والشامل. حسب هالتصور في ثلاث درجات كبرى، ثلاث مراحل كبرى بالنزاعات، بكل مرحله في ثلاث اقسام. وبأول مرحلة أو بأول جزء من هالرسم هو يلي فينا نطلع منه رابح. بتاني مرحلة بآخرها صرنا عم نطلع رابح خاسر، حدا بده يربح على ظهر حدا. وبتالت وأصعب مرحلة آخرها بتنتهي بالتدمير الكامل والشامل لكلا الفريقين. إن كنا عم نحكي بنزاع على صفة سيارة أو أكسيدان على الطريق، وصولا للنزاعات السياسية والثقافية والكونية إذا بدك يلي عايشينها، الموديل بينطبق عليهم كلهم. شو هن المراحل؟ المراحل الثلاثة رح نبلش بالمرحلة الأولى ونفصل ثلاث أجزاء طبعا. المرحلة الأولى هي اللي مثل ما قلنا أنه فينا نطلع رابح منها، بتبلش بكلاش، بتبلش بحدث، بتنشن، بضغط، بيصير حادث سيارة، موقف صار، جملة قلتها، كلمة قلتيها، شيء حدث صغير بده يصير بيعمل لنا ضغط. هاي اول مرحله منه بعد ما لا تسمى نزاع، بعد ما فتنا بالنزاع. ثاني درجه من المرحله الاولى هي الجدل والنقاش، بنفوت بالشريعه، بنسميها بالدارج بالشريعه، بنتشارع. الشريعه كمان شيء فيكم بناء، يعني بلشنا انا عم بطرح وجهه نظري وانت عم تطرحي وجهه نظرك وعم نتناقش بالموضوع، يمكن يطلع صوتنا الى ما هنالك، بس بعدنا ضمن النقاش. وعلى فكره المراحل يلي عم بقولهم خاصه المرحله الاولى والثانيه بدرجاتهم السته فينا بخمس دقائق ننتقل من اول درجه لسادس درجه. يعني حسب قد ايه نحن بنحمل ادرينالين وضغط نطلع او لا، او عندنا سيطره على مشاعرنا وعلى احاسيسنا والغضب تبعنا او لا. فاذا هن فيهم ياخذوا كثير وقت، وفيهم بوقت كتير قصير ننتقل من المرحلة الأولى فورا. فينا نوقف عن كل مرحلة، صح، فينا إذا انتبهنا لحالنا. ليه عم بعمل introduction إذا بدك الرسم البياني؟ لأنه بكل مرحلة فينا ننتبه لحالنا ونوقف، يعني سبقتيني بالفكرة وكتير مهم ننتبه لها. الكلاش والنقزة فينا عندها نقرر كيف بدنا نعمل، كيف بدنا نتعامل مع هالموقف يلي نحن فيه، بدي روح على الاخر بدمار الاخر ولا لا بدي استحصل على حقي، بس بدي افهم كمان وجهه نظر الاخر. ثاني مرحله اللي هي قلناها النقاش، بتبلش جدل، يعني بنصير نتشارع ونتجادل، بس بعدنا عم نسمع شوي لبعضنا انه شو قال ومن اي منطلق جاي وعلى اي اساس الى ما هنالك. المرحله الثالثه من الجزء الاول بنصير رايحين صوب الفعل اكثر من الكلام، يعني فينا هون مثلا نصير بدنا نقول نبرهن للتاني بالقوه انه نحن اصحاب الحق مش هو، بس بعدنا ضمن المعقول. اوكي، بعدنا ضمن المعقول يلي عم بالقوه بدي فهمك وجهه نظري، وانا اللي معي حق ومش انت اللي معك حق. هون بدي اكشن، صرت بطلت عم باخذ وبعطي، صرت بدي اعمل اكشن وحده لحتى برهن انه انا الصح والفريق الثاني كمان نفس الشيء. فتنا بهاللعبه، اذا وقفناها عند هالحد المرحلة الأولى من تصاعد درجات النزاع فينا ننهي بشكل رابح. عظيم، هذا المطلوب. منفوت بعد شوي على المرحلة الثانية.
المرحله الثانيه فيها ثلاث درجات كمان، اول درجتين كمان بعد في رجوع الى الخلف كمان اذا بقرر، ثالث درجه صعبه. شو هن الدرجات؟ اول درجه من قطعنا اول ثلاث مراحل من ثلاث درجات من المرحله الاولى، بالمرحله الثانيه صرنا انا بدي اقنعك انه انا اللي معي حق وبدي جمع اراء حولي، بدي اعمل تدعم رايي. اوكي، فبجرب اسعى مثلا اذا حاد السياره انه يكون الخبير من يمي من جهتي مثلا، تنقول مع انه الخبير اجمالا ما بيرد على الصفه، او اذا مثلا اي اختلاف بوجهات الراي بصير بسال مثلا المصورين وبعرف انه مثلا هو بحبس فكرتي بساله هو، ما بساله له هو لانه هو بعرف انه على الارجح قريب منك اكثر. وانت نفس الشيء، فبنصير نجمع كواليشن من الا من تجمع للتحالفات هاي بعده كمان هون بنقدر نوصل، لانه يمكن اعمل تحالفات تقدر تجمعنا انا وياك بعد يمكن بس بعدنا بامكانيه ممكن انه نطلع رابح. ثاني درجه من هالمرحله الثانيه loss of face، يعني هون بلشنا بدي خليكي تفقدي مصداقيتك وانت بدك تخليني افقد مصداقيتي. تحطيم. ايه صار بلش اللعب عم بيروح نحو التحطيم اكثر، يعني صار مش بس بدي برهن انك غلطانه، بدي برهن انك غلطانه انه كل عمرك بتغلطي، بدي برهن انك غلطانه وانه رايك كثير انه بحياتك ما كان معك. ايه وحياتك ما بتفهمي شيء، ويعني شو مع رايي، وتعوا اسمعوا وشوفوا هالشوفه، يعني خلص فتنا بالدمار، بدنا نبلش ندمر الاخر. وبرجع بقول من نزاع على موقف سياره لا نزاع عقائدي ثقافي الى ما هنالك، يطبق على كل انواع النزاعات. هون صرت بدي دمر الاخر والاخر عم يسعى يدمر كرامتي اذا بدك. هون نرجع لمثل صيني دائما بستحضره خلينا نحكي اذا بدك تنهي نزاع، اذا بدك خصمك يتراجع ما تهد له الجسر خلفه، لان اذا هديت الجسر يلي هو واقف عليه بوجهه خلفه ما تركت له خيار غير انه يهجم علي، ما بقى فيه يرجع لورا. لا، والجسر بالمعنى المجازي هي كرامته. اذا بدي خصمي يتراجع عني بدي احفظ له كرامته ليتراجع. اذا هدفي هون صار هدفي دمره بدي دمره، ما عندي مشكل دمر له كرامته خلفه، وبالتالي فتحت على حالي ابواب جهنم انه يكمل هجوم اعنف علي بلا ما انا ادرك. إذا هون بالدرجة الثانية من المرحلة الثانية صار هدفنا إنه نفقد له مصداقيته للثاني وندمر كرامته. الدرجة الثالثة يلي بلشنا لا رجوع عنها، صار في حدا بده يربح على حساب حدا، هي استراتيجيات التهديد. بلشنا بالتهديد، أنا بلشت بعد ما شلت عنك ولعت بعد ما شلت عنك صفاتك الإنسانية، بعد في يدمر أكثر. وكلنا قادرين نعملها اذا ما بننتبه لحالنا. الدرجه الثالثه من المرحله الثانيه هي انه انا بدي بلش هددك، يعني مثلا فينا اذا ما بتعمل مثل ما انا بدي او اذا ما بتعملي هيدا الشيء بهددك بتفجير بيتك، بهددك بعائلتك، بهددك بالاعز الى قلبك. واوقات التهديد بيروح ل مثلا رفع السلاح عند البعض. هون بلشنا بالتهديد، يعني استراتيجيات كيف بدي خوفها لغادة لحتى دمرها توقف عندها ودمرها وانا اطلع رابحه. برجع بقول الدرجه الثانيه هون صرنا حدا بده يطلع رابح والثاني خاسر فيها. اما الدرجه الثالثه والاكثر دمارا بالنزاع حسب موديل فريدريك جلال، اول درجه منها هي التدمير الجزئي، دمار الجزئي، يعني في نفذ جزء من التهديد تبعي، فيك تنفذ جزء من التهديد تبعك، دمرتك جزئيا. بس انا هون بلشت اعمل شيء كثير خطير يلي صار في اذى. صح، والاذى بيصير لما بسحب عنك صفتك الانسانيه، بطلت شايفتك كانسان، صرت شايفتك كتهديد، كشيء بدي الغيه. وبالتالي بلشت الدمار الجزئي يلي بقدر اعمله فيك، في مثلا اوص بالهواء، اوصك باجريك، او انه هن لك كرامتك على الاخر، او انه نفذ شيء من تهديداتي يلي هددت فيها. المرحله الثانيه يلي هي البعض يمكن يفكرها هي لازم تكون المرحله الاخيره، بس هي مش المرحله الاخيره، بعد في اكثر، او الدرجه الاخيره بالمرحله الثالثه، الدمار الشامل. الدمار يلي بدي دمرك على الاخر،
يعني حتى لو بدي الغيكي جسديا ما بقى عندي مشكل. هون صار ما في اي كنترول على الغضب، ما في اي كنترول على اي شيء، بس بعدني بدي انا اربح، وبالتالي حتى لو ربحي هو من خلال الغائك ما عندي مشكله، لانه سحبت عنك صفاتك الانسانيه. خلص خلص ما بقى في شيء بقى، بطلت بتعني لي حياتك، ما بتعني لي اهميتك، قصتك، ولادك، عائلتك، ما بقى يعني لي، ما بالنسبه لي كله ثانوي، مهم انت تلتغي من وجهي. هيدا الدمار الشامل. بعد في اكثر، ايه بعد في اكثر، يلي هي المرحله الاخيره، وهي او الدرجه الاخيره بالمرحله الثالثه، يلي هي النزول الى القعر بما لا عوده فيه. شو قصدي بالموضوع؟ شو قصدي بالعنوان؟ المقصود هو انه لما بيقول الواحد، لما بتوصل معه علي وعلى اعدائي، يعني ما بقى فرقانه معي مجرد دمر الاخر، حتى لو خلال تدميري للاخر دمرت حالي مش فرقانه معي خالص. هيدي اذا بدك النزول الى قعر المهوار او الى جهنم او اللي بدك اياه بالنزاع. هون يلي صار، حتى اذا انا على الطريق شو ما صار فيي، علي وعلى اعدائي. وبالتالي هالموديل يلي رح ارجع لخصه هون بهيدي المرحله الثالثه، هون صرنا لوز لوز، خاسر خاسر بكل الاحوال. حتى لو كنت بالدرجه الاولى عم بقول لحالي انه بدي دمرك انت جزئيا، انا عم بخسر، عم بتدمر انا. اذا دمرتك كليا كمان انا عم بخسر، لانه اكيد يمكن اتلاحق، يمكن فوت على السجن، يمكن اتحاكم، اكيد في دائما صح، وغير هيك يمكن ضميري يعذبني، يمكن في 100 شغله، في كمان دمار ذاتي. واخر درجه يلي هي علي وعلى اعدائي، اكيد فيها دمار لإلي وللاخر. برجع بقول هالموديل يلي ببلش من مرحله اولى بقدر انهي عندها واطلع رابح رابح، اذا بعرف سيطر على مشاعري وبعرف اسمع للاخر رغم التعصيب ما عندي مشكل بنهيها. المرحلة الثانية إذا بوقفها بنصها، حتى لو كان صار في إهانات، حتى لو كان صار في تهديدات، بعدنا بنقدر نطلع منها. بمرحلتها الأخيرة لا خلص. لأنه بلشت عم شيل، عم بسحب من تحتك سجادة إنسانيتك، وبالمرحلة الأخيرة أكيد هي دمار شامل، وما حدا بيطلع منها ربحان. أكيد لا، ما حدا بيطلع منها ربحان. وبالتالي أنا اللي بحبه بهالرسم هو أنه نزول، مش هيك آخر شيء بتنتهي بالنزول إلى قعر الهاوية، لانه نفس النزاع يلي بنقدر نطلع منه كاسبين اثنيناتنا، ربحانين شيء جديد، عاملين اضافه على حياتنا، لانه اي نزاع ممكن كثير استفيد منه بشكل بناء، هو ذاته اذا بتركه وبروح فيه للاخر ممكن انه انزل فيه على الهاويه. وبرجع بقول انه حتى باصغر النزاعات فينا ننتقل من المرحله الاولى لاخر مرحله بثانيه، وفينا ننتقل عبر سنوات لإلها، عبر أشهر لإلها، وفينا بما أنه عنا مجال نقدر نوقفها بأي مرحلة من مراحلها قبل ما نوصل للدرجة الأخيرة يلي هي درجة الدمار الشامل. قنبلة نووية. قنبلة نووية. وهذا عم نعمله اليوم. هيدا علي وعلى أعدائي، يعني أنه قنبلة نووية صح. يعني فكرون إذا نزلت وأوقات بكون وصلت لها، بس أنا مش دريين أنه صرنا علي وعلى أعدائي، بعدني مصرة أنه أنا لا بس عم دمر الآخر، بس بكون بلا ما أنا أدرى من حيث لا أدري عم دمر حالي معه. مرسي تانيا. يا هلا. بدون تدمير داخلك معنا ماشيين، خلينا وقتين على اول مرحله. اي خلينا على اول مرحله، شو بها منضلنا تشاري على بكره، ما في اي مشكله، ومن اي حل ضل نلاقي حل. خليكم معنا اذا كمان مره وقفه مع الاعلان وبنرجع منتابع. قبل ما اترككم تترافقوا مع شيف حسين اكيد ضمن فقراتنا مع ورشه مرح، شو رايكم نروح بهالجوله على صالات السينما ونشوف بدايه الاسبوع شو حامله بعد افلام؟ يمكن في منا كثير اشياء جديده، ويمكن في منا اشياء بعد من الويكند. منتابع اذا هالتقرير مع الصالات والافلام السينمائيه. بيك عم يظهر علي. She's devastated. حبيبتي مدمره. ان الله رد من هلا لشهر بيكونوا المصاري عندكم. حدا منا ضربك على ايدك قال لك افتح بالجميزه؟ اللي بعرفه كثير منيح انه انا ما رح اقدر انساه وما رح احب غيره، بس بنفس الوقت ما في ضل ناطرته. ضمن افلام هالاسبوع الفيلم اللبناني الكوميدي خبصه، عن علاقه بين حبيبين والمشاكل اليوميه اللي بيواجهها اي ثنائي باطار كوميدي ورومانسي، مع رولا بقسماطي، جنيد زين الدين، عبودي ملاح وغيرهم. الكتابة مشتركة بين ملاح وشادي حنا اللي قام بإخراج الفيلم،
والإنتاج لجودو فيلمز وتانيا نصر، والموسيقى التصويرية وأغنية الفين للفنان مايك ماسي. أنت أخذت وهي الصورة؟ أنت إلي، ما حدا غيري بيمسكك. تعار مني، تعار من حياتي، تعار من روحي بقى، خلصنا. This is about my life. والفيلم الدرامي ويدوز، أحداث الفيلم بتصير بفترة فوضى بشيكاغو، بوقت بتجتمع فيه أربع سيدات أرامل بيجمعهم قاسم مشترك، وهو دين تركولن يا أزواجهم من جراء أعمالهم الإجرامية، وبيضطروا هن بنفسهم يخلقوا مستقبل جديد. Hey, darling. Listen, it's your sister. She's getting out. If you could pick her up, I'd appreciate it. What time? What time? Honey, it's jail. You get there when you can, like the song said. Hey, girl, hey! Free Alice! Free Alice! وفيلم الكوميدي Nobody's Fool عن سيدة بتم إطلاق سراحة من السجن وبترجع بتجتمع مع أختها، ولكنها بتكتشف أنه أختها عم تعمل علاقة أونلاين مع شخص مفتكرة أنه هو شخص مختلف، مع ووبي جولدبرغ وتيفاني هادش. We need to go and find this son of a bitch who catfished. Well, I got his address. We gonna do this tonight. We gonna need a saw, some plastic, burner phone. I gotta go to the bathroom. That's good. You need to go ahead and let all the liquids out because you don't want to leave no DNA. You're not helping. Every time you try to kill a man, you gonna squirt a little pee. I know that for sure. ظلام. وضمن مهرجانات بيروت الثقافية ألوان بيروت، أول فيلم رسوم متحركة صنع لبناني 100% عن بطل جديد اسمه ميم عم بيجول على المناطق اللبنانية لحتى يرجع الألوان من بعد ما سمع نجمة بيروت الحزينة. الفيلم لكل العائلة وبيتضمن رسائل كتيرة، وهو من إخراج وتأليف إميل عضيمي، تأليف وتلحين الأغاني لكريم خنيصر، الكلمات للورا خباز، وإدارة الإنتاج لمارك مراد. هيك مفروض، بس بعدك صغير وما فرخوش شواربك إسه. إذا بلا شواري بجبت كل هالألوان. عسلامتك. هيدي كانت جولتنا على صالات السينما بلبنان. هلأ فورا رح أترككم تترافقوا مع شيف حسين، مزيد من التفاصيل والتحضيرات لأطباق اليوم أكيد من رشد مرح. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين مما كنتوا عم بتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم برشاشة تلفزيون المستقبل. اليوم في عنا أربع وصفات مشاهدينا بلشنا فيهم من بداية عالم الصباح، عنا طبق مغربي وعنا طبق هندي وعنا وصفتين سمك. وصفاتنا لكل مشاهدينا لليوم، في عنا شوربة الحريرة المغربية، عنا كهري السمك والمانجا، وأيضا طبق الحلو مشاهدينا، حلو المانجا على الطريقة الهندية، وايضا في عنا سلطه السمك. هول هن لكن مشاهدينا وصفتنا لليوم بلشنا فيهم من بدايه عالم الصباح. طيب هون شو في عنا؟ هيدي الشوربه لكن مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا الشوربه حطيناها باول فقره من فقرات رشه ملح على النار، حطينا معها الشعيريه، حطينا العدس، حطينا الحمص، حطينا البصل، حطينا الكزبره الخضرة، وايضا حطينا مشاهدينا البقدونس مع البصل، العقد الصفرة والزنجبيل والبندورة. بضل في عندي رب البندورة، رح ضيف رب البندورة بعد شوي. عندي قلاية على النار، هيدي القلاية في بقلبها زيت نباتي لحتى نقلي فيلي السمك طبعا، ونلفتهم بالطحين ونقليهم ونرجع منقدمهم شي مع السلطة وشي مع الطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم. الطبق الرئيسي لكن مشاهدينا لحلقتنا لليوم، رح اجيب طنجرة، بدي حط بالطنجرة زيت نباتي، وبدي قلي الكاري مع الكالمار، وايضا في عندي الفليفلة الملونة. خلينا نبلش انا وياكم خطوة بخطوة. لكن رح اجيب طنجرة، اول شيء رح نبلش بهالوصفة. عندي طنجرة على النار، اوكي، رح حط فيها زيت نباتي
مثل ما عم بتشوفوا حطينا زيت النباتي وبجيب ايضا كاري. لكن زيت النباتي مع الكاري برجع بذكر كل المشاهدين عم نحضر نحن وصفة كاري السمك والمانجا. بحط كاري بهالشكل لحتى نشم ريحة الكاري، برجع بضيف الكالمار وايضا منضيف الخليط. شو هو الخليط؟ الخليط مانجا. رح جيب حبة مانجا لكن مثل ما عم بتشوفوا رح اخد حبة مانجا قشرها بهالشكل، وايضا رح ضيف لحبة المانجا حليب جوز الهند. اوكي طيب، رح احط مانجا قدامي بالهند ميكسر بهالشكل. كمان بعد باخد من المانجا لنطحنهم مع بعض. مثل ما عم تشوفوا مشاهدينا عم نقشر المانجا لنضيفها للهند ميكسر، بالإضافة طبعا رح نحط أيضا. أوكي حطينا مانجا بالهند ميكسر، بطحنهم رح جيب حليب جوز الهند. طبعا برجع بذكر كل المشاهدين نحن عم نحضر كاري السمك والمانجا، لكن رح نشوف مقادير كاري السمك والمانجا رح نشوفهم قدامنا على الشاشة. اوكي هيدي الصلصة حضرناها اللي هي حليب جوز الهند ومانجا. طيب شو رح نعمل هلا؟ رح اجي جيب الكالامار، لكن مشاهدينا خلينا نحرك. هون نحن حاطين كاري، ناطرين ريحة الكاري لحتى تبلش تطلع عنا ريحة الكاري. بهالوقت رح حضر عندي الكالامار. طيب رح جيب الكالامار، لكن مشاهدينا رح اخد الكالامار. كمان الكالامار فينا نقطعه وفينا نتركه مثل ما هو. اوكي هيدا الكالامار رح اقطعه انا نصين بهالشكل، ورح ضيف الكالامار فوق الخليط الموجود قدامنا او فوق الكاري طبعا بهالشكل. وفيني اترك الكالامار حبة كاملة لان عندي كالامار حبة صغيرة. اوكي رح اقلي الكالامار مع الكاري بهالشكل مع خليط الكاري، وبنرجع بنضيف لألون مشاهدينا الصلصة. اوكي رح اترك كم حبة كالامار للتطحين وكمان قليها، لكن مثل ما عم بتشوفوا قدامنا خليط الكاري. بهالوقت رح جيب فليفلة حمراء وفليفلة خضراء وفليفلة صفراء. رح ضيف فليفلة ثلاث ألوان أنا لهيدا للخليط. طبعا هيدا الطبق نحن مشاهدينا مقدمين معه رز ابيض مفلفل، منضيف الفليفله فوق الكاري بهالشكل. كمان منجيب من الفليفله الحمراء والفليفله الصفراء اوكي مثل ما عم تشوفوا فليفله حمراء وخضراء وصفراء فوق الكالامار، ورح جيب الصلصة حط الصلصة اخر شيء. طبعا ما بدي كتير الفليفلة تاخد حرارة، بدي اياها تضل حبة تقرش للفليفلة. كمان اوكي
ورح تجيب الفلايفل الصفرة كمان ضفتها بهالشكل. لكن مشاهدينا مثل ما شفتوا صار في عندي من الكاري، اول شيء حطينا زيت نباتي، حطينا كاري، وحطينا فلايفل ملونة، وايضا حطينا الكلمر. رح اجي ضيف الصلصة. برجع بذكر كل المشاهدين هيدي الصلصة هي عبارة عن حليب جوز الهند ومانجا، طحنيهن مع بعض وهلا ضفناهن بهالشكل. ضفنا لكن مثل ما شفتوا المانجا وحليب جوز الهند، نخلطهم مع بعض ونتركهم لحتى يغلوا وتستوي الفلايفلة مع الكلمة. طبعا رح اجيب انا رشة فلفل اسود، حط لها الخليط كمان مشاهدينا من الفلفل الاسود. طيب هون صار في عندي هيدا هو الطبق الرئيسي، مثل ما شفتوا حضرناه بطريقة كتير سريعة. انا وياكم بدنا ننتقل للسمك. السمك رح اجي حط للسمك رشة كمون، رح جيب لكن مشاهدينا من الكمون، ورح جيب ايضا من الملح، رح ضيف كمون وملح وطحين، فينا نحط ايضا من الفلفل الابيض، عندي كمون وهيدي رشة ملح، نخلطهم بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا. رح جيب طحين كمان منحط لهم رشة طحين ومنخلطهم بهالشكل مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا مع الطحين لحتى ما يفرطوا عنا بالقلي. طيب حطينا الطحين وحطينا البهارات، رح نجيب السمكات وايضا رح نبلش نقلي فيليه السمك. اوكي مثل ما عم تشوفوا لكن بنحطها مشاهدينا على مراحل. فيليه السمك ما بده كثير وقت على النار، طيب لكن صار السمك بالزيت. رح اجي هون انا كمان بدي احط بقلاية بعد شوي من زيت النباتي، وايضا بدي اقلي ايضا الكلمار مشاهدينا لسلطة السمك. يعني سلطة السمك في بقلبها بطاطا مسلوقة، في بقلبها خس، في بقلبها كمان من الكالامار، وايضا في بقلبها فينا نحط لها كرافس ناخذ نكهة كتير طيبة مع ايضا البصل الاخضر وزيت السمسم وعصير الحامض. طيب نحن هون شو صار في عنا؟ هيدي الصلصة مثل ما عم بتشوفوا بلشت تغلي على النار مع الكالامار. تقريبا هذا الطبق رح يصير جاهز عنا. خلينا انا وياكم نشوف هالطبق الشهي، لكن مثل ما عم بتشوفوا مشاهدينا مع هالريحه ريحه المانجا كثير طيبه. اوكي فيليه السمك لكن مشاهدينا على النار تقريبا صار جاهز، بس انا بدي خليهم يصيروا كريسبي. بهالوقت رح جيب رب البندوره. كمان مشاهدينا في عندي رب البندوره، رح ضيف رب البندوره بهالشكل للشوربه. لكن ضفنا رب البندوره، خلينا نحركها شوي. طيب هيدي الشوربه تقريبا صارت جاهزه، هلا بعد شوي بنشوف نحن قد ايه سمكتها. اذا كانت الشوربه رخوه بدنا ندوب شويه طحين والمقادير اللي شفتوها على الشاشه، في بقلبها طحين ومي، لندوب الطحين مع المي ونظبط فيه هون سماكة الشوربة. لكن الشوربة على النار، السمك على النار، وأيضا في عنا الطبق الرئيسي على النار، بضل في عنا السلطة ووصفة الحلو. خلينا نتوقف نحن وياكم مشاهدينا مع بريك قصير وبنرجع سوا. نوصل إلى آخر محطة من عالم الصباح وآخر محطة مع ورشة ملح. فينا نقول بكل معنى الكلمة أنه هو العانة هون، لأنه ما بقى في محل نحط أي طنجرة على النار. خلينا نروح لعند الشيف حسين ونشوف شو راح نكفي اليوم أكيد مع ورشة ملح. شو
شيف حسين تركني قدام ثلاث طناجر. شايفين؟ صباح الخير إليك. صباح النور. وصباح الخير للمشاهدين من جديد. هون في عند الرزات. هلا بلشنا نسكب الطبق الرئيسي. طيب. يلي هو؟ عندي رز. عم بسكب الرز بهالشكل. اوكي. اوكي. طيب. هيدا الطبق طبعا عم نحكي هون نحنا. الرز بيجي حده الكلامار. صح للكلامار والفلايفلة. والفلايفلة. بالضبط للكلامار مع المانجا والكاري. نعم. طيب. الشوربة أنا خبرت المشاهدين إذا كانت معقدة عندي فما في داعي لحتى ضيف لها طحين. معقدة. جنن. صح. هيدي الشوربة لكن ما في داعي هلا نضيف طحين، بس ولكن برجع بذكر المشاهدين إنه بالمقادير اللي شفتوها على الشاشة في بقلبها طحين. شوربة الحريرة شوربة كتير طيبة من المطبخ المغربي. بينك. وصفة شهية. أوكي. هيدي الشوربة صارت جاهزة، رح طفي النار أنا على الشوربة. أوكي. طيب. هون عندي السمك، السمك كمان على النار. تركين السمك أيضا لحتى بعبدون شوي صغيرة. نتركهم كمان على النار. عظيم. طيب. بهالوقت شو رح أعمل؟ هون خلصنا وبدك تزيد شيء؟ لا هون خلص ما بقى نزيد شيء، بس نتركين نحن شوي بعد تغلي. اوكي. طيب. شو بعد عنا؟ عنا طبق الحلو. طبق الحلو تفضل. اللي هو من المطبخ الهندي. او فيني احط لبن او فيني احط كريمه. اوكي. المقادير اللي رح تمرق على الشاشه بعد شوي في بقلبها لبن. فينا نحط او لبن او كريمه مخفوقه. بس مش كتير شاده مثل ما شفتي. اوكي. اوكي. طيب رح ضيف الكريمه ورح اجي ضيف للكريمه عندي كمان من الكريمه ايضا المش مخفوقه. كمان عندي كريمه منا مخفوقه، ضيف كريمه مخفوقه وكريمه مش مخفوقه. طيب. عندي كمان من الزعفران او العصفر منحط ايضا بهالشكل. عندي كمان هيل مطحون. اوكي. كمان بنحط رشة هيل بتعطي نكهة كتير طيبة. وأيضا في عنا سكر. كمان بنحط السكر. يعني عم بتشوفي هالطبق شو سريع وشو سهل. يعني صار في عندي. شفت كيف تخلص. هلا مش كل العالم بيحبوا الزعفران ومش كل العالم بيحبوا العصفور، بس ولكن هيدا طبق من الأطباق الحلويات العالمية. عندي كمان عصير حامض. اوكي هيدا الخليط كله صار جاهز. شو رح اعمل؟ رح اجي جيب المانجا رح اخد ايضا مانجا منقشرها. كمان مثل ما شفتي اليوم مطبخنا كله مانجا عامر بالمانجا، يعني صار في عندي وصفتين وهلا موسم كمان واحد. صح. انا بقدر يستفيد. يلا تفضل. رح اجي احط حبة المانجا ونخفق بقى ونطحن. هيدا الخليط صار جاهز. صار جاهز. اوكي. هلا نحن لازم نحطه بالبراد لحتى يجمد. اوكي؟ لحتى يتماسك لازم نحطه. بس ما عندنا كثير وقت. صح نحن ما عندناش كثير وقت، انا رح اسكبهم دغري وفرجي المشاهدين بالنسبة لطريقة السكب. اوكي. رح اسكبهم بهالشكل هيدا. خلي عنك. يلا. شو رح اعمل؟ يلا. مثل ما عم بتشوفي كيف عم نسكبون. يمكن المعلقة شوي كبيرة. بدنا نصغر شوي الملعقة. نجيب معلقة أصغر. هيدي معلقة
اكبر يلا. اوكي. الفستق لالون؟ صح. كمان. لكن برجع بذكر كل المشاهدين غادة يا لبن يا لبن يا كريمة مخفوقة بالإضافة للكريمة السائلة كمان عصفر أو زعفران هيل مطحون مانجا وسكر كلهم خلطتهم مع بعض ومثل ما شفتي كيف حطيتهم. اوكي هذا طبق الحلو مثل ما شفتي غادة كيف حضرناه بطريقة كتير سريعة. وصفة هندية وصفة هندية من المطبخ الهندي بامتياز. اوكي طيب رح احط فستق حلبي بهالشكل ومنحطهم بالبراد بس طبعا انا مش رح لحق احطهم بالبراد هلا ما في وقت بعد عنا كم دقيقة بس 100% اوكي هيدا لكن اول طبق لحلقتنا لليوم حذر هيدا نحط معه حبه مانجا نزين فيه كمان شوي بالمانجا هلا هون احنا لازم نبلش نطفي شوي شوي ايه يلا انا بعتقد كله خلص اوكي عظيم طيب هل رح نبلش نطفي رح طفي النار تحت كل شيء اوكي خليني اجيب فيليه السمك هات لك رح اخذ رح شيل فيليه السمك حطهم او خلينا نجيب محرمه اي اكيد احسن بيكون اوكي ناخذ السمكات نحطهم على محرمه لامتصاص الزيت بعد ما كنا حاطين لهم كمون بعد ما كنا مقليينهم كمون وشو كمان حطينا على السمك حطينا كمون وملح وطحين وقليناهم طبعا فينا كمان غادة نحط بهار ابيض او بهار اسود ما عندنا مشكله اوكي اوكي انا عم شيل بهالوقت السمكات من اللاية طيب رح اجي ناخد كمية من السمك اخذ كمية بهالشكل حطهم على وجه الرزات اوكي كمان بضل في عندي ايضا كمية للسلطة هيدي القلاية رح شيلها حطها على جنب وشو رح اعمل لكن محل هيدي القلاية اوكي بحط هيدي القلاية على جنب ورح اجي للكلمار تفضل رح نحضر للسوق بعد يلا خلينا بهالشكل هيدا يا ويلي طبق كتير طيب مع المانجا والكاري اوكي اوكي وهون بنحط الصلصة الزايدة الزايدة كمان بهالشكل اوكي عظيم طيب شو رح اعمل؟ رح اجي شيل هيدا القالب بس نخليه يبرد شوي لا ما بيأثرهم هلا يلا
واحد اثنين يا واو. هيدا قالب السمك، رح جيب صحن السلطة بهالصحن، شو رح أعمل؟ بيض الصحن معنا السلطة بدقيقة بعد معنا دقيقة؟ إنه شي دقيقة ونص إذا دقيقة دقيقة أسرع بدقيقة 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 بدقيقة، ما عندنا شي نحن مستعصي علينا وأقل من دقيقة كمان يلا يلا هاي انا عندي دقيقتين يلا هيدا الخاص بهالشكل، رح جيب من الخيار كمان لكن عندي خاص وعندي ايضا كمان خيار، كنت بدي قلي الكلمار كمان حط كلمار على الوجه بس ما ضل معنا وقت ما بيأثر. شوف انا شو بهالوقت رح اعمل، فينا نحط رح اسكب لك السوب يا منيح منيح يا ويلي كل هيدا جوا بقلبها للسوب، شايفه خليط كتير طيب السوب. اوكي كف هيدا السلاد لكي ما اسرعني، وهي البندوره الكرزيه ما بشك بالموضوع ابدا وهيدا السمك لكن حطينا الفجل حطينا البندورة الكرزية حطينا السمك، طبعا فينا نحط ايضا مشاهدينا بعد من الكلمار اللي كنت رح قليه وزيت السمسم، رح ضيف زيت السمسم مع العسل وعصير الحامض. تفضل هول هني غادة لكن وصفتنا لليوم. انا بدي اشكرك بدي اشكر كل المشاهدين وبدي لكم الف صحتين، ووصفتنا لليوم ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم. بكرة محضرين وصفات كتير طيبة، طيبة. في عنا الستيك، انا جايب شقفة ستيك طبعا معتقة صار لها 50 يوم، رح اجي احضرها بكرة قدام كل المشاهدين. اوكي الف صحتين وناطركم بكرة الساعة 10 بتوقيت بيروت. يعطيك الف عافية شيف، ميرسي لك، بقية نهار كتير حلو مشاهدينا لكم، وما تنسوا تلاقونا مثل العادة مع عالم الصباح ابتداء من الساعة 10.